بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. حلقتنا زي ما تعودنا مع بعض بتبقى عباره عن نصفين، النصف الاول مجموعه من الاخبار والنصف الثاني بتبقى فقره حواريه بيكون معنا احد الضيوف. النهارده يعني معانا احد طبعا رموز الكره الطائره في النادي الاهلي، يعني من ايام ما كان لاعب وايضا كان مدير فني فريق السيدات لاكثر من 7 مواسم، حقق فيهم يعني انجازات كبيره جدا وارقام يعني اكيد هتتعب اي حد يجي بعده. والسنه دي النادي الاهلي اداله مهمه او كان له مهمه يعني الحقيقه صعبه جدا جدا كمدير قطاع الناشئين والناشئات في الكره الطائره، عشان يعني خلال سنتين او ثلاثه يكون يعني طلع عدد كبير جدا من اللاعبين سواء ناشئين او ناشئات. لان خلينا نعترف ان عندنا الكره الطائره محتاجه دعم الفتره اللي جايه بشكل كبير سواء في قطاع السيدات او قطاع الرجال. هيكون معانا النهارده في النصف الثاني كابتن حمدي الصافي مدير قطاع الناشئين والناشئات في كره الطائره. هنتكلم معاه عن خطته في المواسم القادمه، ازاي هو يعني كابتن حمدي معروف ان هو في اي مكان بيبقى عايز ينجح، ازاي مخطط لنجاحه ده، ازاي عايز يوصل بالتارجت بتاعه او بالهدف بتاعه ان يكون كل سنه في 3 أو 4 لاعبين سواء هنا او هنا يعني يكونوا بينضموا للفريق الاول. هيكون معانا وهنتكلم معاه في كل شيء. يعني هبتدي اخبارنا قبل ما اروح للاخبار، عايز اتكلم عن منتخب مصر لكره السله. منتخب مصر لكره السله خلاص يعني اختتم مشواره في المونديال العالمي. طبعا كان عنده فرصه كبيره انه يتاهل للاولمبياد من هناك، ولكن تاهلت جنوب السودان. خليني احكي لحضراتكم بالظبط الوضع بيكون ازاي في كره السله. بيبقى طبعا التاهل لكاس العالم من خلال بعض النوافذ او الويندوز اللي بتتلعب على مدار سنه ونص او سنتين. منتخب مصر نجح باقتدار انه يتاهل على حساب منتخب السنغال اقوى المنافسين لنا في المجموعه، وتاهل لكاس العالم ووصل لكاس العالم. والحقيقه استطاع انه يفوز يعني في مباراتين، في مباراه المكسيك ومباراه الاردن ولبنان كمان، استطاع انه يفوز في المباريات دي، وكان منافس شرس لمنتخب جنوب السودان. منتخب جنوب السودان الحقيقه تجربه تدرس، يعني من دوله ليس لها اي يعني تاريخ في كره السله تحديدا، في دوله في 3 4 سنين بتعمل تحول كبير جدا ورهيب من خلال لاعب ليهم كان في الام بي اي كان اسمه لوال، لاعب الام بي اي وكان نجم كبير في الام بي اي، رجع بلده تاني وترأس اتحاد بلده وعمل منتخب قوي وبدا يصرف عليه. انا كنت اعرف انه كمان بيصرف عليه من ماله الخاص الحقيقه، ووقف منتخب السودان على رجله، واستطاع منتخب السودان انه يتاهل الى اولمبياد باريس القادمه. طب التاهل بيكون ازاي؟ بيبقى في 5 فرق بيلعبوا في كاس العالم من افريقيا. ال5 فرق كانوا مصر، جنوب السودان، كوت ديفوار، انجولا، وفريق خامس يعني الكاب فيردي راس الاخضر. ال5 دول دول تاهلوا لكاس العالم. بعد ما تأهلوا كأس العالم أحسن ترتيب أو أحسن فرقة أفريقية ترتيب في الخمسة هي اللي بتتأهل للأولمبياد مباشرة. ليه؟ عشان هم مش عايزين يعملوا تصفيات مخصوصة، لأن اللي بيتأهل أول أفريقيا، لأن الأولمبياد بيبقوا 12 فرقة فقط. كأس العالم بيكون يعني حاجة و30 فرقة، ولكن بنتكلم في الأولمبياد، فالكوتة بتاعت أفريقيا أول أفريقيا أو فرقة واحدة فقط. فالتأهل للأولمبياد بيكون صعب جدا. جنوب السودان كان وصل في النهايه ان جنوب السودان عندها ماتش مع انجولا، واحنا تقريبا متساويين، واحنا عندنا ماتش مع نيوزيلندا. الحقيقه منتخب جنوب السودان فاز على انجولا فرق كبير جدا، واحنا الحقيقه خسرنا نيوزيلندا فرق باسكت، بس كنا لاخر مباراه كنا بنقاتل بشرف عشان نتاهل للاولمبياد، ولكن لم يحالفنا الحظ نعم للتاهل مباشره، ولكن عندنا فرصه اي نعم صعبه، لانه بيعملوا ايه؟ بيعملوا ملحق تاني او تصفيات للاولمبياد، بياخدوا افضل فرق يعني كان ليها فرصه تتاهل، من ضمنها طبعا هتكون مصر، ولكن للاسف انت هتصفي مع فرق جامده جدا من اوروبا. اوروبا انتوا عارفين حضراتكم برضو في فرق كتير ما تاهلتش، وفرق قويه جدا طلعت من المجموعات. يعني مصر هتخش معاها في منافسه انها تتاهل الاولمبياد، وبياخدوا تقريبا 4 فرق على ما اتذكر، ولكن الموضوع بيكون صعب جدا، اصعب بكتير من ان انت كنت تتاهل مباشره من كاس العالم، ولكن لا ياس مع الحياه ولا حياه مع الياس. فإذا منتخب مصر يعني وشفنا تصريحات كتير ان المنتخب مصر هيلعب على الامل ده وان شاء الله يوفق فيه. من ضمن الاخبار اللي جت من كاس العالم هو اعتزال نجمنا ونجم مصر يعني الحقيقه وكابتن منتخب مصر عمرو الجندي، يعني كتب على صفحته انه خلاص بيعتزل اللعب دوليا. يمكن عمرو الجندي اللي ما يعرفوش انه كان اول منتخب مصر ليه كان 2009
في طرابلس، كنا مع بعض انا وهو، وكان هو لسه عنده 17 سنه واول منتخب ليه، وكان جاي على المنتخب على طول. كان عندنا اصابه حصلت وتم استدعائه، لان كان افضل لعيب في جيله وتم استدعائه وجاي ليبيا، وكان معايا يعني في الغرفه يعني كنا مع بعض. وكان ده اول انضمام ليه في منتخب مصر 2009 افريقيا، اول انضمام ليه بيلعب بطوله افريقيا. فالنهارده مشوار كبير جدا لعمرو الجندي وعطاء كبير جدا لعمرو الجندي على مدار السنوات دي، بنتكلم من 2009 طبعا منتخبات الشباب حدث ولا حرج، ولكن من 2009 حتى الان 2023 بنتكلم في 14 سنه رحله عطاء مع المنتخب. ما فيش مره اعتذر، ما فيش مره قال يعني انا مش هروح العب مع المنتخب، متواجد بشكل دائم، قميص منتخب مصر محجوز لعمرو الجندي طوال 14 سنه. اكيد عشان نعرف اكيد اكتر عن هذا القرار ونتكلم معاه عن قرب، معانا عبر الهاتف عمرو الجندي. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا كابتن عايز عامل ايه؟ الاول خلينا اهنيك على الاداء بامانه في الويندوز بتاعت كاس العالم والتاهل، وخلينا كمان اهنيك على الاداء المشرف في كاس العالم، مشرف بجد مش مشرف بهزار، وان احنا كنا قاب قوسين او ادنى نتاهل الاولمبياد. خلينا اهنيك على كل ده، واهنيك ثالث مره على مستواك يا عمرو. انا بشكرك جدا والله، يعني الله يبارك فيك وشكرا قوي. وزي ما انت قلت يعني انا كنت معاك في اوضه واحده من 14 سنه في ليبيا، دي حاجه ما تتنسيش، وانا لسه كنت صغير خلاص كاس العالم شباب، وانضميت لكم فعلا 4 ايام، وكنت مع كان شرف لي ان انا كنت اكون موجود معاكم، وكانت نظره من نكون موجوده وقتها رامي وجنيدي وحاوي وامير الفنيه وناس كتير قوي. فيعني بشكرك على الكلام الحلو ده، وفكرتني بذكريات جميله. طب قول لي يا عمرو، يعني عطائك 14 سنه مع المنتخب، النهارده بتاخد قرار الاعتزال الدولي، يعني كواليس القرار ده ايه؟ ليه خدته؟ ليه استنيت لبعد كاس العالم عشان تعلن عنه؟ والله انا حسيت ان يعني احنا مش قادر نعمل حاجه اكتر من كده، احنا عملنا كسبنا ماتشين وماتش تالت بنخسر في الاخر، بنخسر باسكت في الاخر خالص، وماتش جنوب السودان اللي هم كسبوا كتير دي برضو يعني احنا كنا كسبنا، ما كناش قادر نوصل لسكور افريج. حسيت ان ده اكبر يعني احنا انا كابتن مصر في كاس العالم، دي حاجه كبيره قوي مش بتحصل كل يوم، ما فيش حاجه اكتر من كده هنعملها. اتصل حضرتك زي ما انت قلت في لسه الملحق، وان شاء الله المنتخب يقدر يوصل، بس زي ما انت قلت هي صعبه جدا جدا، صعبه جدا جدا، بس طبعا في امل وان شاء الله اوصلوا. فانا حسيت ان دلوقتي المكان المناسب، انا بلعب كويس ومخلص بشكل كويس، يعني مش هلاقي فرصه احسن من كده ان انا يعني كاس العالم جاي لسه كمان 4 سنين، يعني بعيد قوي. يعني حسيت ان هو ده الوقت المناسب علينا كمان، يعني الاسره وكده، ان انت بعيد عنهم طول الصيف، وبنتي 6 سنين دلوقتي، انا يعني عندي 30 سنه مش كبيره اقدر يعني، بس حسيت ان الاسره بقى ليها حق عليا اكتر، ان انا بقيت طول الموسم مش موجود، وكمان في الصيف مش معاهم، حسيت الحمل تقيل قوي عليهم، فحبيت ان انا خلاص اكون بريح جسمي اكتر في الاوف سيزون، بريح شويه، بقعد مع عيلتي اكتر، وان انا خلاص يعني دي يعني اعلى حاجه في الليفل لعيب مصر ممكن يوصلها، يعني بيلعب في دوري مصر ويلعب كاس العالم مع منتخبه، وان انا كمان كنت كابتن الفريق، فحسيت ان ده يعني ايه الحمد لله لحد كده. يعني انا عايز اقول لك ان انا يعني مش متخيل منتخب مصر من غيرك بصراحه عمرو، بكلمك بكل امانه والله. بس ده قرارك وانت ادرى بالتوقيت المناسب، ويعني اكيد يعني الكثيرين طبعا شايفين ان انت خساره كبيره مع منتخب مصر، ولكن انت موجود هتروح فين يعني ومع النادي الاهلي. طب خلينا اتكلم معاك عمرو عن النادي الاهلي، انت النهارده عندك كاس العالم للانديه ان شاء الله، مسافرين بعد ايام عشان تلعبوا، يعني طموحاتك مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، شايف ان احنا ممكن يكون لينا بصمه كمان زي ما كان منتخب مصر ليه بصمه في كاس العالم؟ يعني ان شاء الله احنا ضمنا محترفين مستواهم عالي. انا النهارده يعني النهارده اخر يوم في الاجازه، انا لسه مخلص جيم لوحدي، وكمان وبكره ان شاء الله هنضم للفريق اللي هو المنتخب، ما خدناش غير 3 ايام اجازه، احنا جينا من يومين والنهارده الثالث، وبكره ان شاء الله هنبدا التمرين معاهم. متفائل وجود عمر عباده واللعيب الامريكاني وفاكوادي نور سكول، لعيبه مستواها عالي ان شاء الله مع اللعيبه اللي موجوده، والانضمامات الجديده كيجو، ان شاء الله يبقى تكون شكلنا كويس برده، ونقدر نعمل يعني انجاز جديد ان شاء الله في كاس العالم، زي ما عملنا انجاز كويس على المنتخب ان شاء الله، نقدر كمان نعمل انجاز احسن من النادي الاهلي ان شاء الله. طب قول لي يا عمرو، انت مريت على يعني اجيال كتيره في المنتخب، يعني بنتكلم في 14 سنه مر عليك كتير مدربين وكتير اعدادات وكتير بطولات، ايه المختلف المره دي مع كوتش روي رانا واللي ساهم بشكل كبير عشان يتأهل لكأس العالم؟ ايه اللي انت شايفه مختلف، وايه اللي تتمنى انه يدوم مع منتخب مصر عشان نفضل كل مره نتأهل؟ بص صراحه اللي اختلف في اخر فتره مع المنتخب ان البيئه نفسها المحيطه بالمنتخب اختلفت، الراجل ده مع اتحاد الباسكت صراحه
اول مره نشوف معسكرات قويه. احنا رحنا بهامس لعبنا مع منتخب بورتوريكو، لعبنا مع فرقه جامعات عاليه، بعد كده بنسافر اوروبا بنلعب منتخب الصين ومنتخب جورجيا. فالاتحاد دعمنا باكتر، وانا في منتخب 14 سنه ده اقوى اعداد سنه ونص اللي فاتوا يكونوا موجودين. صحيح. غير النادي المدرب كويس جدا طبعا، مش انا هتكلم عنه، السي في بتاعه كبير. فالحاجات دي انت بتوفر اهم حاجه الماتشات الدوليه اللي بتدي خبرتين خبره وتخليك تكتسب اللي هو الريتم والتيمبو بتاع الفرق الاوروبيه، غير خالص الدوري المصري وغير حتى بطولات افريقيا. فدي اكتر حاجه ساعدنا يعني الاتحاد مع الراجل في الفتره الاخيره اخر سنتين الصراحه، ده عمل منتخب جامد جدا، وقفوا مع منتخب جامد جدا الصراحه. صحيح. وكان واضح برضو عمرو في الملعب الدفاع كمان كان افضل بكتير، يعني دفاعكم بصراحه كان مختلف تماما. يعني الراجل بيركز في كل التفاصيل بطريقه، يعني احنا حتى هو بيصور كل تمرينه ونقعد بعد كل تمرينه نحلل قبل ما ننزل التمرين اللي بعدها، بيحلل التمرين وغلطاتنا في التمرين، مش بتاعنا الماتشات بس. طب قول لي يا عم، كل التفاصيل. طب قول لي برضو، يعني عايز اطمن على فرقه النادي الاهلي، الفرقه يعني ان شاء الله انتوا كلكم الخماسي الدولي هيرجع بكره التمرين. سليم. لا لا كله سليم الحمد لله وكله جاهز، وفي ناس النهارده انا كلمتهم كانوا بيبتدوا يتمرنوا لوحدهم عشان يخشوا بكره جاهزين، وكله ان شاء الله يعني ان شاء الله لا يعني كله جاهز ومستعد لبدايه الموسم ومتحمس. انا ما شفتش فرقه من ساعه البال، فمتحمس ان ارجع تاني اشوفهم واطلع معاهم. يعني هو كوتش وجوزتي بعت لكل اللعيبه بعد الماتشات الاجازه تبقى قد ايه، ويعني قال لنا كويس انتوا عملتوه، ونبدا بقى كلنا متحمسين ان شاء الله لبدايه موسم جديده. ما شبعناش لسه عايزين نكسب اكتر واكتر. زي ما كنت مع حضرتك اول ما جيت الاهلي، ما اعرفش حضرتك فاكر ولا لا. صحيح. بس لا فاكر طبعا، فاكر، دي حاجه تتنسي بالظبط. انا دي اهم حاجه، احنا عايزين نستمر في اللي احنا بنعمله، وان شاء الله يعني نوصل اكتر عدد سنين نكسب متوالي في كل البطولات ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عمرو الجندي كابتن منتخب مصر ونادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، اكيد بنتمنى لك كل التوفيق يا عمرو. وعايز اقول لكم ان عمرو الجندي من اللعيبه الرجاله، يعني لعيب ما بيشتكيش، ملوش حس يلعب زي ما يلعبش. وطبعا انا عايز اقول لكم ان والده كابتن شريف الجندي انا كمان لعبت معاه، بس انا طلعت لشريف الجندي او كابتن شريف الجندي كنت لعيب صغير، نفس اللي حصل مع عمرو. يعني انا كنت لعيب صغير قوي وكان كابتن شريف بيبطل. فالحقيقه يعني والده وطبعا اخواته الاثنين عاصم وعبد الرحمن الاثنين بيلعبوا في نادي الجزيره، يعني هم عيله سلويه باقتدار. فعمرو لعيب راجل عارف يعني ايه ومقدر قيمه قميص النادي الاهلي. المفاوضات معاه في التجديد الحقيقه يعني ما خدتش وقت، ما خدتش اي كلام، النادي الاهلي عايزك، حاضر انا موجود. يعني عمرو من اللعيبه اللي عمل اضافه كبيره منذ قدومه للنادي الاهلي، واذا كان هو بيقول الفرقه وحشته لانه من بعد البال ما شافش الفريق، الحقيقه احنا الفرقه بقى كمان وحشتنا، محتاجين نتفرج عليها ونشوفها في الماتشات. وان شاء الله اول ماتشات هنشوفها هتبقى كاس العالم للانديه اللي هتبقى في اندونيسيا باذن الرحمن. خبر تاني عايز اروح له الحقيقه وعايز اعلق عليه، نجمتنا نجمه الكره الطائره كابتن ايه الشامي اللي طبعا كانت عندها اصابه بتلعب بيها السنه اللي فاتت، وكان الاعلان عن الاصابه ده كان من خلال احتفالنا بيهم ببطوله الدوري من حوالي شهر ونص او شهرين، ان احنا فوجئنا ان هي كانت بتلعب باصابه في الكتف، كان كتفها دايما بيتخلع، وكان دايما لما كتفها بيتخلع بيترد في الملعب وبتكمل. انتوا عارفين حجم الالم اللي ممكن تتعرض ليه لاعب، مش لاعبه، لو لاعب بيتعرض ليه ما بالك لاعبه كمان، الم زي ده كانت بتتحمله ولعبت، وكانت سبب من اسباب مكسب بطوله الدوري، وكمان لما لم نوفق في بطولة الكأس كانت مقدمة مباراة كبيرة. فالنهاردة آية قالت لا، أو الجهاز الطبي في النادي الأهلي قال لا لازم نقف ولازم تتعالج صح. فالنادي الأهلي خد قرار إنها تعمل العملية في أحسن مكان في العالم بيقدر يعمل العمليات من النوع دي في الكتف، وهي فرنسا. سافرت آية الشامي، طبعا العملية ليها تجهيز، مش على طول بتعمل العملية، ولكن بيبقى ليها فيها تجهيز، ليها بعض العلاج الطبيعي اللي بتعمله قبل العملية، بيبقى فيه فحوصات وأشعاعات مهمة. كل ده تم، وسافرت آية الشامي وعملت العملية النهاردة وخرجت من أوضة العمليات، والحمد لله دخلت الإفاقة وفاقت. وكلمنا طبعا إنجي الشامي أختها نجمة النادي الأهلي السابقة، وطمنا على آية، طمنا إنها الحمد لله بخير والعملية نجحت، وإن شاء الله هتبتدي رحلة العلاج الطبيعي. ولكن إصابات الكتف عن خبرة بتاخد وقت شوية في العلاج الطبيعي، مش زي الركبة. الركبة يمكن إصابة الرباط الصليبي ممكن تقعد لك 6 شهور وأقل وتكون في الملعب. وعندنا أمثلة كثيرة يمكن الناس ممكن تفتكرها من كرة القدم مش من الألعاب الأخرى، ولكن الكتف مفصل معقد وليه رينج في الحركة كبير جدا، ورا وقدام ويمين وشمال، وكمان الطايرة عايزة رينج كتفك يكون 100% سليم. يعني ايه الرينج؟ يعني المشوار كامل، الكتف بيرجع لأقصى لأبعد نقطة
ويروح لأقصى نقطة، فطبعا دي محتاجة علاج طبيعي. فهي 6 شهور إن شاء الله المخطط ليه، قد يزيد قد يقل على حسب إن شاء الله يعني توفيق ربنا ليها في العلاج الطبيعي، ولكن نتمنى إن شاء الله أنها تبقى موجودة، وإن شاء الله نتمنى أنها تلحق النهايات. آية من اللاعبات يعني الرجالة في الملعب ضحت كتير، كان لها دور كبير جدا في النادي أنه يأخذ البطولات الفترة اللي فاتت كلها. عايز أقول لك كمان أنه مش بس مع النادي الأهلي ولكن مع المنتخب، هي كمان أحسن ضارب في أفريقيا كذا بطولة. آية الشامي فرقت حتى مع منتخب مصر بطولة أفريقيا اللي فاتت اللي كان في الكاميرون. يعني أقصد أقول أنه آية من اللاعبات مش محتاج حد يتكلم عنهم، ولكن نتمنى لها كل الشفاء، وكان لازم نفضي وقت نتكلم عنها، وإن شاء الله في أقرب فرصة هنكون مطمنينكم عليها، إما بالتليفون يا إما إن شاء الله تكون ضيفتنا عشان نعرف ونقرب من الإصابة وتطورات العلاج بإذن الله. هنروح لأخبارنا وهنبتدي مع كرة اليد. خلاص بدأت أخبارنا المحلية أو أخبارنا جوه النادي الأهلي تبقى مباشرة مع الفرق مش من لاعبتنا اللي مع المنتخبات، لأنه خلاص في بعض الدوريات ابتدت، يمكن أولهم هي كرة اليد. النادي الأهلي لعب جولتين الحقيقة النهاردة في الدوري، لعب الجولة الأولى مع الزهور وفاز 30-18، لعب الجولة الثانية مع المعادي، فريق المعادي فريق محترم جدا جدا على فكرة، وفاز عليه بنتيجة 27-23. الحقيقة المباراة كانت في صالة الأمير عبد الله الفيصل، بس خليني أوضح بعض الأمور المهمة لسياسة مستر ديفيد ديفيدز المدير الفني لكرة اليد في النادي الأهلي. مستر ديفيد ديفيدز في الشوط الأول كما هو الحال في نفس السياسة اللي بيطبقها مستر أجوستي بوش في كرة السلة. الشوط الأول بيجرب تبديل وتوافيق كثيرة. يلعب ده مع ده، يغير التشكيلات، يبتدي بتشكيل غير متوقع، حارس مرمى أيضا غير متوقع، بيعمل تبديلات وتوفيقات كثيرة لغاية ما يستقر على الأفضل ويلعب الشوط الثاني بالأفضل. خليني أقول لكم إن نفس السيناريو ده اتعمل في بطولة الأبطال اللي اتلعبت في البوسنة والهرسك واللي نقلناها لحضراتكم على شاشة قناة النادي الأهلي. نفس السيناريو، الشوط الثاني بيكون شوط مختلف عن الشوط الأول مع أهلي ديفيد ديفيز لكرة اليد. طب الهدف من ده إيه أو الحكمة من ده إيه؟ الحكمة من ده إنه يوصل في المباريات القوية بدون ما أفكر. يوصل للمباريات القوية وهو عنده تصور كامل عن إمكانيات اللعيبة. خلي بالكم من حاجة مهمة جدا. لا يعني مش معنى ان انت مدرب انا معاك بقالي سنه ان انا اكتشفت كل امكانياتك كلاعب، لا، احنا ممكن نقعد سنه واثنين وثلاثه انت بتكتشف امكانياتي. كان فيك دايما مقوله كان دايما بيقولها الدكتور عادل صبري يعني رحمه الله عليه، كان يعني مدير فني منتخب مصر كره السله ونادي الجزيره، كان هو من المدربين المديرين الفنيين اللي مش هيجي زيهم يعني الحقيقه، او يعني طبعا مع كل التقدير هو حتى المدربين الموجودين المصريين بيقولوا عليه كده. دكتور عادل صبري كان يقول لك انا اقعد اكتشف اللعيب لغايه ما يبطل، كان بيقول كده لانه كان ممكن يلاقي لمسه حركه فكر تصرف من لعيب في ملعب اول مره يشوفه ما شافوش في المباريات اللي فاتت. فالنهارده مستر ديفيد ديفيز عمال يفكر ويجيبها يمين ويجيبها شمال عشان لما يوصل المباريات المهمه يبقى مكتمل معاه كل اسلحته، خاصه ان احنا اول بطوله لينا داخلين على ليفل عالي جدا، الا وهو بطوله العالم كاس العالم للانديه اللي هتلاقي في مدينه الدمام للسنه الثانيه على التوالي واللي هيشارك فيها النادي الاهلي. السنه اللي فاتت النادي الاهلي خد رابع، كسبنا مباراه مهمه جدا وطلعنا بيها، لعبنا سيمي فاينل خسرنا ولعبنا تالت ورابع وخسرنا ولكن بشرف. فالنهارده انت مطالب تحقق مركز احسن، مركز يعني افضل من رابع، فالنهارده مش هتقدر تروح خاصه ان انت مونبلي الفرنسي انت تعادلت معاه، فانت خلاص يعني بتتكلم للعالميه. وزي ما شفنا عمرو الجندي اللي كان بيتكلم من شويه بيقول ان احنا المختلف السنه دي هو الاحتكاك، وده اللي صوتنا الحقيقه يعني راح من كتر الكلام، ان يا جماعه المنتخبات هتقوى بالاحتكاك. كره اليد ما عملوش يعني معجزه اللي عملوها دي الا بالاحتكاك. النهارده كابتن عمرو الجندي بيتكلم، لعبنا بورتوريكو، لعبنا ليفل لفرق جامعات ليفل 1 هناك في امريكا، لعبنا 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 المكسيك، لعبنا الاردن، لعبنا لبنان في المباريات الوديه، فرق كلها بتلعب في كاس العالم. فالنهارده المباريات الوديه والاحتكاك لازم يستمر، مش معنى تجربتنا مع كاس العالم انتهت ان الاحتكاك يوقف. نفس الكلام بالنسبه لمستر ديفيد ديفيدز، مش معنى ان انت رايح تلعب في بطوله الابطال وهتلعب بطوله العالم لازم تفكر على الليفل ده ان انت تقدر تكسب ماتشات مهمه. بعد كده لما تلاعب فرق اوروبا وتكسبها صدقني هتبقى افريقيا بالنسبه لك بالدوري المحلي عباره عن فسحه، نزهه، انت رايح تتفسح وتلعب مباريات، لان انت هتكون بتلعب في ليفل تاني خالص، وهو ده اللي مستر ديفيد ديفيد عايزه. الاحتكاك الاحتكاك الاحتكاك. والنادي الاهلي الحقيقه موفر ده للاعيبته، موفر ده للمديرين الفنيين. فرقه كره اليد النهارده الشوط الثاني غير الاول لهذا السبب، لان كتير جدا الحقيقه شفت حوارات، انا بتابع السوشيال ميديا زي كل اهلاوي، شفت حوارات ليه الفرقه في الشوط الثاني بتبقى افضل من الشوط الاول عشان السبب ده،
ده تفسير منطقي وتفسير اللي ملوش يعني اي يعني اختلاف، انه ان مستر ديفيد ديفيز عايز يجرب الشوط الاول كل حاجه عشان يبقى عنده فرصه الشوط الثاني يختار الافضل ويلعب بيه ويفوز فرق كبير. كل التوفيق طبعا لكره اليد في النادي الاهلي الحقيقه اللي ماشيه بخطه ثابته بعد دعم مجلس الاداره بقياده كابتن محمود الخطيب، اللي احنا من هنا بنقول له الف سلامه يا كابتن محمود، ان شاء الله ترجع بمليون سلامه ان شاء الله لينا تاني وتنور النادي الاهلي وتطمن. هو طبعا يعني الفرقه راجعه النهارده بسلامه الله ان شاء الله للنادي الاهلي. فرقه الكوره هي لسه في من فيينا راجعه في الطياره، اتصور ان خلاص يعني ممكن تكون نزلت في مطار القاهره او هتنزل في مطار القاهره. نتمنى التوفيق طبعا لكل فرق النادي، ولكن عايز اقول لكم ان دعم مجلس الاداره بقياده كابتن محمود الخطيب مستمر لغايه ما الفرقه توصل لمنصات التتويج. الوضع حصل مع كره السله، خلينا بس نفكركم كده ونرجع بالذاكره، كره السله كانت هي اللي عندها الازمه من 4 5 سنين، خدت واليد والطايره ما كانش عندنا مشكله، حصل دعم كبير لكره السله ما شاء الله بنحصد البطولات دلوقتي. نفس الكلام حصل مع كره اليد، دروب سنه او اتنين دعم بشكل مستمر، النهارده كره اليد ماشيه على الطريق الصحيح. الكره الطائره السنه اللي فاتت حصل فيها دروب، السنه اللي فاتت دروب برضو، ولكن الدعم بدا بشكل كبير جدا للفريق، 100% هيرجع تاني لمنصات التتويج. مش منصات التتويج، احنا بنتكلم على الاول، اول في كل شيء، فان شاء الله هيرجعوا تاني لمكانهم الطبيعي سواء رجال او سيدات. مستمرين مع كرة اليد، وحارس مرمى النادي الأهلي عبد الرحمن حميد اللي انتهى عقده مع النادي الأهلي وجدد لمدة 4 سنوات قادمة، دي طبعا صورة حميد والتجديد لمدة 4 سنوات، وكان التجديد طبعا في قيادة كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بدعم المجلس الإدارة أكيد. وطبعا مهم جدا تحافظ على قوام الفريق، احنا طبعا كابتن عصام الطيار يعني حارس مرمى الفريق تم السماح ليه بالسفر يلعب في ألمانيا السنة اللي فاتت، ده كان بسبب ان انت عندك حارسين او يعني اتنين حراس مرمى عاليين جدا، عبد الرحمن حميد وعبد الرحمن طه. طبعا حميد انا عايز اطمنكم انه الحمد لله يعني قريب جدا هيكون في الملعب. حميد حضراتكم عارفين السنه اللي فاتت بعد مباراه الزمالك جاله يعني صليبي، وبعد كده اتعالج بشكل كبير وعمل العمليه وهو بيصارع الزمن عشان يكون موجود مع الفريق. طيب معانا على التليفون يا جماعه جاهز؟ معلش معلش. طيب يعني احنا بنتكلم كده عن يعني تجديد اللعيبه والحفاظ على قوام اللعيبه، لا احنا بنتكلم هنا عن النادي الاهلي تخطيط. وكمان كابتن خالد العوضي من سياسته من اول ما جه بيمضي 4 سنين، مفيش لعيب بيمضي سنه، مفيش اتنين، وكل الاخبار اللي هتشوفوها واللي شفتوها 4 سنين، وده فكر 100% صحيح. انت عشان تحقق مكسب لازم يكون في ستابيليتي. ستابيليتي يعني ايه؟ يعني اللعيب مكمل معاك، انت عارف اللعيب ده قاعد معاك 4 سنين، طب في وسط ال4 سنين حصل عايز مش عايز تجدد، بالطرفين بيبقى في تراضي، ولكن النهارده انا لازم يكون عندي ستابيليتي. ولكن عكس كده هتقعد كل سنه في مفاوضات وممكن تغمض تفتح تلاقي مجموعه من اللاعبين مش موجودين، يبقى ده بيعمل زلزال كبير في الفرقه. الف مبروك حميد، ان شاء الله ترجع بالسلامه وتكون اكيد دايما يعني في مستواك المعهود، واللي الحقيقه انت وعبد الرحمن طه امين بدور كبير جدا جدا. هنروح لكره السله سيدات، بيستعدوا بشكل كويس جدا لبطوله الدوري، يمكن اول بطوله هتقابلهم بطوله القاهره هتبتدي 20/9 على ما اتذكر، وبعد كده هيكون دوري المرتبط 5/10. طبعا بيقود الفريق المدير الفني القدير الكابتن طارق خيري، والحقيقه نجح مع البنات السنه اللي فاتت انه ياخذ العلامه الكامله في البطولات، 5 بطولات من 5 بطولات، لعبوا ماتش ودي مع نادي الصيد عشان طبعا الاستعداد لازم نخش. طبعا اكيد الفتره اللي فاتت كان في تدريبات بدنيه وفنيه ومحاضرات وتعاقدات ودعم، فلازم كل ده في الاخر يبقى معانا مباريات وديه عشان نستعد بشكل جيد لبطوله القاهره. بطوله القاهره نفسها في حد ذاتها بتبقى استعداد، عشان طبعا نعرف مزيد من التفاصيل عن استعداد هذا الفريق واللي بيستعد بقوه لموسم ان شاء الله يكون ناجح. معانا كابتن طارق خيري المدير الفني لفريق السيدات بنادي الاهلي، اهلا بيك يا كابتن طارق. حبيبي يا كابتن هيث، اهلا بحضرتك. طمني على الفرقه وطمني على الاعداد وعملت ايه، يعني احنا يمكن اخر لقاء لينا كان من حوالي شهر ونص شهرين بعد الفوز، يعني اسرد لي كده عملت ايه في الشهرين اللي فاتوا وصولا بمباراه الوصيد اللي انت لعبتها هذا الاسبوع. والله بص انا اول مره هتكلم في اكثر من موضوع بالمره كده طالما اتفتح الملف. اتفضل يا كابتن. انا عندي حاجات ايجابيه، عندي قطاع الناشئين انا مصعد فيه حوالي 8 9 بنات لعبوا معايا منهم 6 ماتش الصيد وادوا اداء جيد، دي من المكاسب. انما انا عندي مشكله من اول السنه، من ساعه ما بدات لحد دلوقتي
انا ما معيش رنيم وسرايا والسرعاوي بسبب بطوله 3 على 3. عندي ازمه فتره اعداد، رنيم وحديده بيكو نفس الكلام في 3 على 3 تحت 23 سنه. المهمه القوميه مش عايزين نتكلم، بس انا ما اعرفش ليه الاتحاد المصري ما بيفصلش بين البطولتين، اللي يلعب منتخب 5 على 5 ما يلعبش 3 على 3. عامله لي ازمه فتره الاعداد، عامله لي ازمه ان انا عندي اللعيب مهما كان عنده عيوب عنده مميزات وعنده مشاكل، محتاجه فتره الاعداد. انت بتعمل بلان لكل لعيب على مدار الموسم في المستيك بتاعه، انا بعمل له بلان في فتره الاعداد اصلحه له. صحيح. التايمنج بتاع الباصه، واحد فينش بتاعه وحش، واحد التايمنج الشوطه عنده مش عاليه، الدريبل بتاعه، بتقعد تعمل تتعب طول الصيف تتفرج على الماتشات وتطلع المشاكل عشان تعمل لها بلان. انا مش لاقي اللعيبه دي. فبمرن، انا قائمتي لحد دلوقتي 13 لعيب، منهم 5 مش موجودين. احسب بقى، الدوري خلص، منتخب مصر الاول 5 على 5، بطوله عربيه، بطوله افريقيه، 3 على، ما ريحوش وما اتمرنوش معايا. انا داخل على بطوله مهمه، الناس كلها طبعا شايفه ان الاهلي فرقه جامده، كله جاي مستعد للاهلي. عندي دي المشكله اللي مقابلاني مع اصابات. انا جايه لي تمارا نادر، جايه من كاس العالم 19 سنه ديسك في الفقره الخامسه والسادسه، نازله التمرين من اسبوع رسمي، من اسبوع يعني، في اول 9 اخر 8. يعني انا فتره الشهرين او الشهر ونص تمارا نادر وبيكو ويارا ورنيم وسرايا وسرعاوي مش معايا. هي دي الازمه. فانا بناش اتحاد السله يفصل البطولتين عن بعض، لازم اللعيبه زي المنتخبات الاخرى. تعرف يا كابتن الخطوره فيها يا كابتن، ان هو فجاه بتلاقي لعيب اتصاب اصابه، يعني سوريا اتعرضت لنفس الليفل العالي ده من سنتين وجالها صليبي. فهي المشكله ان عدم راحه اللعيبه دي والحرق في 3 على 3 و5 على 5 ومنتخبات، بيبقى حتى ليه يعني تاثير سلبي على سلامه اللاعب نفسه. ادي واحد. اثنين، انا النادي انا موفر عقد للعيب، تمام؟ صح. الازمه بقى 3 على 3، انت تلعب على نص ملعب، فتره الاعداد بتاعته مختلفه عن فتره الاعداد بتاعتي. انا بلعب فول كورت وما بيتمرنوش، يعني بيتجمعوا على الطياره، فبرضه دي صحيح بالنسبه لي. انا ما اعرفش اريحه ولا ما اريحوش، هنبدا نعمل قياسات، قياسات دي متاخره. ادي ده جزء عامل لي انا ازمه، رغم ان الصغيرين مخلي لي الدنيا لطيفه، بس في الاخر انت محتاج الكبار، وخصوصا اللي انت هتشارك في افريقيا. فانا اي وقت الفرقه ناقصه عندي بتاثر معايا انا في حاجه ثانيه مهمه للنادي ومهمه لمصر او مهمه للاتحاد السله. هي دي المشكله. انما اكلمك على عامه بقى بصفه عامه، الحمد لله فتره كويسه. هتتفاجئ بمجموعه ولاد صغيرين السنه دي كتير. عندي 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 من الكبار حتى شهيده خالد بدا الموسم السنه دي كويس. تمارا نادر الله اكبر عليها. عندي بنتين في العشرين سنه صغيرين، هتشوفهم مفاجاه ليك. عندي اولاد من 18 سنه مصعد 6 لعبوا معايا. يعني السنه دي هتلاقي في قطاع الناشئين البنات السنه دي في ناس ليها دور مش تاديه واجب، لا ممكن يبقى دور مهم. نعم. دي المكاسب الفتره اللي فاتت. طب كابتن طارق، احنا يعني هنطلع فاصل وهرجع لك بعد الفاصل، عشان مهم جدا اعرف من حضرتك بعض التفاصيل عن الفتره الجايه وتوقيتاتها، لان في توقيتات كتير مش واضحه. بس خلينا بعد الفاصل يا كابتن طارق. اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن طارق خيري المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين كلامنا مع كابتن طارق خيري عبر الهاتف. كابتن طارق. كابتن عايز بقول لك، احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم عن يعني استعدادك، ويمكن توقيت البطولات مهم جدا، لان احنا اللي نعرفه انه بطوله القاهره 2009 هل هتتلعب كامله ولا جزء منها، يعني هتلعب نهائيات ولا هيكون في تصفيات ونهائيات يتم ارجائها، و15 دوري السوبر هل هيستمر؟ يعني ادينا اوقات او الاجنده بتاعتك السنه دي شكلها يا كابتن طارق. احنا عندنا 2009 بدايه دوري المنطقه مجموعه، الفاينل هيتلعب في وقت تاني، في وقت ما تحددش لسه. 15 بدايه دوري المرتبط عباره عن دوره مجمعه في اراضي محايده، لحد 14 9 14 10
وبالتالي بقى دور ال 16 دور الثمانيه لحد الفاينل يتخللوا مباراه السوبر اللي مع الجزيره وبعدين بطوله افريقيا. وانا انا 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 التارجت يعني فتره الاعداد بالاحمال بتاعتها بقننها على نهائي دوري المرتبط وفي نفس الوقت عيني على افريقيا. يعني هو احنا شغالين كده مع كابتن محمد علي في البدني اللي معانا في الجزئيه دي، اللي انا التارجت عندي ان انا لعيبتي ما تبقاش مقفوره حمل عالي على نهائيات الدوري المرتبط، وفي نفس الوقت عايز ابقى فورمه قبل بطوله افريقيا. صحيح كلام مظبوط. يعني دايما الحسبه كده زي ما كنا في الولاد كنا هنلعب بطوله افريقيا ومن بعدها بيومين هنلعب دوري فاينل دوري المرتبط ست ماتشات تقيل قوي. فكانت عينك بتحاول على قد ما تقدر توزع الاحمال على الناس كلها لو الجيمات يعني ماشيه. طب يا كابتن انت افريقيا متحدد لها ميعاد ولا هي في شهر كذا وخلاص؟ يعني في شهر كام هي؟ النهائيات ان شاء الله احنا بنسبه كبيره لسه في تفاصيل الميزانيه، بنسبه كبيره احنا هننظمها يا مسهل. فمش هنلعب تصفيات، فهتبقى من 7/12 ل 16. تمام. ده في ديسمبر. دي التصفيات هتبقى في القاهره برضو عندنا ان شاء الله. النهائيات على طول. احنا لو استضفناها النهائيات على طول. النهائيات على طول. تمام، وان شاء الله يعني يا رب نوفق في استضافتها. ان شاء الله. وهي لو في استضافه هتبقى رساله الامير عبد الله الفيصل. ان شاء الله. ان شاء الله. طب كابتن طارق خليني بس اعرف حاجه، يعني دلوقتي يعني انتوا بتتمرنوا فين؟ انتوا بتتمرنوا في صاله الشهداء. بنتمرن في صاله الشهداء سبع يعني بنمرن ثلاث ايام يوم راحه، اربع ايام يوم راحه. ولانه فريق الرجال بيتمرن في الجامعه الامريكيه لانه الصاله ارضيتها بتعمل لها صيانه. اه بالظبط كده، بتتجدد الارضيه بتاعتها فبتعمل لها صيانه. احنا انت زي ما انت تابعتنا السنه اللي فاتت، انا عندي شق فردي ان انا بصلح لكل لعيب، وشق جماعي بنصلح، لان انا قلت لك ان انا بنشتغل على العيوب. صحيح. يعني بنحاول نحافظ على المميزات والعيوب وباسلوبنا دايما الديفنس من ال 1 ان 1 لل 5 ان 5 من ال 2 مانز ليج. يعني دايما احنا برنامج محطوط ان احنا نوصل لاهم مرحله، على الاقل اللعيبه كلها بقطاع الناشئين فاهمه سيستم واحد، ما على الاقل بتقلل الاخطاء. انت في الباسكت ما بتمنعش باسكت بنسبه 100%، بس اخطائك تبقى قليله. قليله عشان تكسب. صح بالظبط، صاحب الاخطاء القليله هو اللي بيكسب. طب كابتن المحترفه انضمت للتمرين معانا ولا لسه؟ لا لحد دلوقتي لسه، هي احتمال كبير ان شاء الله توصل 15 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وان شاء الله متفائلين يا كابتن طارق، ودايما يعني نبره صوتك رب. اللي بيبقى فيها ايجابيه دي بتبقى مريحانا بصراحه، لان انت ما بتقبلش عزيز. ابدا باللون الرمادي، انت راجل بتاع شغل. انا متفائل دائما، وده يعني وانا والله بفضل الله حتى لو حصل عدم توفيق، انا عمري ما وصلت لفرقتي ولا لجهازي ولا ليا انا شخصيا ان انا رايح العب ماتش جامد اكتر. صحيح. دي بفضل الله، يعني ده توفيق كبير من ربنا، او طبيعي شخصيتي كده. وانا ليه لو انا متعصب او خايف من الماتش ما هيعود على الاولاد. صحيح يا كابتن. وبالتالي هيبقى هم نفسهم قلقانين، يعني احنا بنديهم اهتمام لكل الماتشات زي بعض، الماتش اللي انت المفروض هتكسبه ايزي مع اجمد ماتش، والماتشات كلها شبه بعض بنفس التون. اداه ودود يا كابتن طارق، اداه ودود وكلنا ثقه فيك. كابتن طارق خيري المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات وزميل الملاعب، بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقة كابتن طارق خيري حتى هو لاعب ما كانش يحب يخسر أبدا، والحقيقة أنا زميلته في مباريات كتير وكنا مع بعض في المنتخبات لسنين طويلة. وكابتن طارق خيري أنا بقول لكم عن يعني عشرة، وعشرة كبيرة، ما بيقبلش يخسر، ما بيحبش حتى لو لعب طاولة زي ما بيقولوا ما يحبش يخسر. فشخصية تليق طبعا بالنادي الاهلي، ونتمنى له كل التوفيق. والحقيقه الراجل عمل انجازات كبيره. خليني اقول لكم ان انا اكتر واحد نفسي ان كابتن طارق خيري يفوز ببطوله افريقيا القادمه، عشان يبقى اول مدرب في التاريخ يفوز ببطوله افريقيا مع رجال ومع السيدات، لان هو يستحق هذا الانجاز. وطبعا مش عايز اتكلم عن ولاده الثلاثه، طبعا الله اكبر عليهم الثلاثه، يعني ما شاء الله، سواء مؤمن، انتوا عارفين طبعا مؤمن، وعارفين محمد، الاثنين ما شاء الله عليهم يعني إضافة كبيرة للنادي الأهلي، وقايمين بدور كبير جدا. هنروح لخبر تاني، ومع كرة الطائرة سيدات، تعرفين طبعا ان احنا عندنا في النادي الأهلي ليبرو الفريق ندى وليد، الحقيقة واخدت احسن ليبرو في افريقيا، وده الكلام ده في سنة عندما اتيحت الفرصة لندى وليد من السنة اللي فاتت اصبحت افضل مستقبل في افريقيا كليبرو. الليبرو في كره الطائره ده شغلته استقبال فقط، ما بيضربش، بيبقى لونه او تيشيرته مختلف عن باقي اللاعبين. فالحقيقه النادي الاهلي شاف، وكان في رؤيه فنيه
طبعا لكابتن ابراهيم فخر الدين المدير الفني الجديد لفريق السيدات واسطوره النادي الاهلي في الكره الطائره في التدريب، شاف انه محتاج ليبرو تاني، محتاج يكون في اتنين ليبروهات عشان يعني ما يبقاش في حرق لندى وليد، بالاضافه طبعا للناشئات اللي طالعين. فالنادي الاهلي اعلن منذ ايام تعاقده مع ليبرو نادي الشمس نهال جمال، اللي عقد امتد كام يا كابتن هيثم؟ امتد 4 سنوات، زي ما قلنا لحضراتكم دي سياسه النادي الاهلي. مفيش حد يمضي سنه 2 3 4 وبعد كده نتكلم. طبعا مبروك التعاقد مع نهال جمال، نهال احد افضل الليبروهات في الفتره اللي فاتت في مصر. زي ما قلت لحضراتكم التوقيع كان في حضور كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ويعني اهلا بيها، ودي يمكن سد الثغرات اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت. طبعا انا يعني بروح النادي اوقات كتيره جدا وبكون وبقعد في الصالات، والحقيقه لما بكون يعني في النادي بطلع من هنا اخش هنا، بطلع من هنا اخش هنا، اقعد اتفرج على الفرق وهي بتتمرن، انا متعتي كده الحقيقه. فبقعد اتفرج على السيدات الحقيقه، كابتن ابراهيم فخر الدين يعني بيتعامل مع الفرقه انها فرقه رجال بجد، يعني انا عايز اقول لكم مفرمه، يعني التمرين مفرمه، واعلى اجهزه واعلى تدريب واعلى قياسات. قعدت يعني انا اتبسطت واتمزجت كده من تمرين كابتن ابراهيم فخر الدين. خش بقى على تمرين كابتن حمدي الصافي، خش على تمرين طبعا الفريق الاول لغايه ما يكتملوا، والمناسبه يعني الفريق الاول لكره الطائره للاسف خسر منذ ثلث ساعه بالظبط من منتخب الجزائر 3-0. الحقيقه انا حزين جدا، حزين جدا. المنتخب يعني نسخه يعني بطوله في مصر، والحقيقه الجزائر مش الدوله اللي بتنافسنا، اللي بينافسنا دائما ابدا تونس. فالنهارده انت لما تخسر من الجزائر 3-0 على ملعبك، لا زلزال قوي جدا. والحقيقه كل الصفحات وكل المهتمين بالعاب الصالات في مصر حزينه لهذه النتيجه. مصر يعني عندها ازمه في كره الطائره. طيب في ناس بتبعتت لي الحقيقه بتقول لي لما النادي الاهلي بيئن او بيكون عنده دروب، منتخبات مصر بيحصل فيها دروب على طول. في يعني الحقيقه للاسف يعني مقولتهم بتبقى فيها جزء كبير، انا اسف ان اقول كده بس دي الحقيقه، لان النادي الاهلي قلعه كبيره من قلاع الرياضه المصريه، لم يكن اكبر قلعه رياضيه مصريه يعني. فالنهارده النادي الاهلي لما بيبقى عنده دروب في لعبه من الالعاب، النهارده منتخب مصر كره السله متفوق ليه وفي 5 لاعبين من اصل 12 لعيب من منتخب مصر، منتخب مصر بقى في حته ثانيه. فالنادي الاهلي لما بيوقف رجله في اي لعبه او يقف على رجله في اي لعبه، نفس الحال في كره القدم نفسها. النهارده النادي الاهلي مع جيل طبعا بركات وكابتن اسلام الشاطر، وهذا الجيل لما كان جيل قوي جدا، وائل جمعه لما كان جيل قوي جدا جدا، الحقيقه كان منتخب مصر في حته ثانيه. ف يعني انا ما اقدرش اقول للناس اللي بتبعت لي كلامكم غلط، بس اللي اقدر اقوله ان لسه في البطوله يعني بقيه، وان شاء الله نتمنى لمنتخب مصر انه يعوض الخساره دي، وانه يقدر طبعا يعوض هذه الخساره، ونتمنى الفوز طبعا ببطوله افريقيا على ملعبنا وفي مصر، لان احنا اخر بطوله كانت في مصر للاسف خسرناها. فنتمنى البطوله دي نكسبها، ودايما انا بتفائل لما بيحصل دروب ودرس جامد جوه البطوله، بيفوق الفرقه بيفوق اللاعبين. دعم النادي الاهلي لكل الالعاب لا يتوقف. النهارده الدعم للجمباز، النادي الاهلي النهارده بيدعم كل الفرق سواسيه، اللعيبه بتسافر تعمل عملياتها في فرنسا زي لعيبه الكوره، المدربين الاجانب في كل مكان، الخبراء الاجانب في كل مكان. كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي اعلن منذ ايام اتمام التعاقد مع الارميني هارير جرسبان هيرو لتولي مدير او منصب المدير الفني الاول للجمباز رجال خلال الموسم الجديد. طبعا دي صورة طبعا هارير المدير الفني الأرماني الجديد. وأوضح العوضي النادي تم تعاقده مع هيرو لمدة موسم واحد في إطار خطة تدعيم كافة فرق النادي بالخبرات التدريبية المميزة من أجل المنافسة على حصد كل البطولات، مؤكدا أن المدير الفني الأجنبي لديه من القدرات ما يجعله قادرا على تطوير مستويات اللاعبين فنيا وبدنيا وتحسين أدائهم خلال المنافسات. والمزيد من التفاصيل عن هذا الخبر والتعاقد مع المدير الفني الجديد هيكون معنا دكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز في النادي الاهلي وضيفي وصديقي العزيز. اهلا بك دكتور محمد. كابتن هيثم مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين، ازي حضرتك؟ منورنا ودايما بتنورنا سواء بالهاتف او في الاستوديو، ودايما بنستفاد من علم حضرتك يا دكتور، ودايما بنستفاد من رؤيه حضرتك الفنيه، واكيد بنتمنى لك كل التوفيق. عايزين نسمع تعليق حضرتك على هذا الخبر، يعني التعاقد مع المدير الفني جه ازاي؟ الترشيحات كانت ازاي؟ اختياره جه ازاي؟ خاصه ان حضرتك رئيس الجهاز. هو طبعا احنا لما بنيجي نفكر ان احنا نجيب خبير اجنبي بنحط مواصفات معينه لازم تنطبق في الخبير الاجنبي، من حيث الخبرات، من حيث النتائج السابقه، من حيث الشخصيه.
يعني مجموعة معايير كتيرة لازم في الحقيقة ندور عليها قبل ما نجيب خبير، وده شوية بياخد شوية وقت علشان يعني ندقق في الاختيار. وأي خبير بيكون مرشح بنتواصل معاه أونلاين كده ونبدأ نتكلم معاه ونشوف، إلى أن وصلنا إلى الخبير اللي تم اختياره اللي هو مستر كاسباريان. هو من أرمينيا، وأرمينيا الحقيقة بقى لها 3 سنين دلوقتي يعني الحصان الأسود في الجمباز في المجال العالمي. هم عاملين نتائج جامدة جدا، عندهم أبطال عالم، هم طبعا في الأصل مدرسة روسية. ينطبق عليه الشروط كلها اللي احنا كنا بندور عليها، تفاوضنا معاه. والحقيقه يعني النادي طبعا كان في ظهرنا بقوه في هذا التفاوض، الى ان وصلنا الى ان احنا جه الراجل بالسلامه وتعاقدنا معاه. ثم بعد كده بيبدا بقى عمليه تشغيل الراجل خبير في المنظومه بتاعت الجمباز. هو جاي على منظومه اشتغل بنظام معين، فبنشرح له الحكايه ماشيه ازاي، الفرق بتاعتها بتتمرن ازاي، بطولاتنا شكلها ايه، نظامنا التدريبي شكله ايه، عشان نستفيد من خبراته. هو حاليا دلوقتي في مرحلة دراسة الواقع اللي موجود على أرض صالة الجمباز في النادي الأهلي، عشان يحط خطط التدريب المستقبلية الخاصة بكل فريق. ويعني طبعا بنشكر إدارة النادي ومجلس إدارة النادي على الدعم المستمر للجمباز، اللي منها طبعا استخدام خبراء اجانب، عشان عندهم طبعا هم يعني نو هاو عالي جدا ويقدروا يضيفوا لفرق الجمباز في النادي الاهلي. طب دكتور، يمكن تحت رئاسه حضرتك القطاع كله، يعني احنا بنتكلم على الرجال والسيدات والناشئين والناشئات والبراعم كمان وكل والاكاديميات، يعني طمنا على العمل بشكل كامل. وهل الصاله الجديده اللي تم افتتاحها السنة اللي فاتت أضافت ليك الكتير يا كابتن، ولا يعني كانت الأمور ماشية كويس من غيرها؟ هو طبعا يعني كل الفرق بتشتغل بنظام يعني احنا معتادين عليه بنجريه كل سنة، ان كل فريق ليه خطة إعداد. خطة الإعداد دي خطة شاملة فيها إعداد بدني وإعداد نهاري وإعداد خططي وإعداد نفسي، عشان نجهز اللاعبين في جميع المراحل السنية انها تكون في احسن الحالات في تمثيل النادي الاهلي. وطبعا لما تيجي بقى تفتح فرع جديد زي الشيخ زايد بصاله فيها امكانيات كويسه جدا، اولا بتدي فرصه لاعضاء الشيخ زايد ان هم يمارسوا لعبه الجمباز، بالاضافه الى ان الامكانيات العاليه اللي هناك يمكن استخدامها لكل الفرق، حتى فرق الدرجه الاولى الكبار ولاد وبنات عندنا. بعض الاحيان كتير بننظم لهم تدريبات في الصاله في الشيخ زايد، لان هي صاله متميزه جدا وفيها امكانيات، والامكانيات بتلعب دور كبير جدا في لعبه الجمباز. فالحمد لله احنا النادي الاهلي ما بنشتكيش من الموضوع ده، وعندنا امكانيات كويسه، والنادي موفر لنا كافه الامكانيات اللي تؤدي الى عناصر النجاح، لان احنا بقى لنا سنتين يعني محتكرين بطوله الجمهوريه للرجال، وبنحاول جاهدين ان احنا نفضل على هذا الاحتكار. وده محتاج على طول شغل بقى باستمرار، ان انت ما تنسى نتيجه السنه اللي فاتت، تنسى نتيجه السنه اللي قبلها، وتشتغل على ان كل بطوله لابد ان احنا نقاتل من اجلها، وان شاء الله ربنا يكرمنا نقدر نوصل لهدفنا ان احنا نحتفظ بالبطوله العام الثالث والرابع كمان والخامس ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز في النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. زي ما قلت لحضراتكم، زي ما انتم شايفين وبالاخبار وبالواقع، النادي الاهلي بيدعم كل الفرق بشكل متساوي. يعني خلينا نتكلم بكل امانه وبكل منطقيه، يعني الالعاب دي او الالعاب يعني الدخل منها ما بيبقاش بالشكل الكبير اللي تقدر بيه تصرف عليها، ولكن النادي الاهلي هنا قايم بدور وطني كبير انه بيدعم هذه الفرق من اجل في الاخر بطولات النادي الاهلي وتاريخه واسمه، وايضا من اجل منتخبات مصر. فالنهارده يعني لما نلاقي العربي لاعب النادي الاهلي النهارده بيحقق ميداليات في البطوله اللي فاتت الجمباز، النهارده فوجئت في الغطس في الحلقه اللي فاتت ان اغلب اللاعبين واللاعبات جايين من الجمباز، غطس النادي الاهلي، فرق الغطس كانوا بيلعبوا في الاصل جمباز، لان طبعا الحركات تقريبا متشابهه، فبيقعد اللاعب 4 5 سنين في الجمباز وبعد كده بيروح يلعب غطس، لانه بيقفز من 10 متر و7 متر و5 و3 و1، فبيكون محتاج مرونه، بيكتسب كل ده في الجمباز. يعني كل الرياضيات بتبقى بتخدم بعضيها. فالنادي الاهلي النهارده وانت ماشي زي ما قلت لحضراتكم جوه النادي بتحس ان انت جوه يعني منظومه مؤسسه رياضيه كبيره نتباهى بيها في كل مكان وكل يعني حته في العالم. النادي الاهلي اصبح اسم كبير، شاء من شاء وابى من ابى.
طيب هنروح لخبرنا الاخير النهارده، لان اخبارنا في النادي الاهلي انتهت، وزي ما شفت حضراتكم دخلنا في الجد، تعاقدات، ماتشات، دوري شغال، فرق بتتجمع عشان تسافر. هنروح لخبر، اهم خبر محلي معانا، وهو ان استاد القاهره يحتضن النسخة الثامنة من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة. الريشة الطائرة من الألعاب اللي السنوات اللي فاتت شهدت فيها تطور كبير جدا جدا وسرعة، سواء الحقيقة الريشة الطائرة للأصحاء أو البارالمبيين، الاثنين شهدوا يعني طفرة كبيرة جدا. استقر اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتورة عليا حسب الله على إقامة النسخة الثامنة من بطولة مصر الدولية على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر. ومن المقرر أن تقام البطولة الدولية خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر المقبل بمشاركة عدد كبير من الدول، والتي سيعلن عن عدد عددها طبعا بشكل نهائي عقب إغلاق باب القيد والمحدد له يوم 12 سبتمبر الجاري. وبدأ مسؤول الاتحاد خلال الفترة الماضية من عمل اجتماعات دورية بشكل مكثف مع اللجنة العليا للبطولة وبحث متطلبات مسؤولي اللجان المختلفة من أجل توفيرها والعمل على حل جميع العراقيل ومتابعة سير العمل الخاص باللجان. وأكد الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد أنه يعمل خلال الفترة الماضية بكامل طاقته بهدف الانتهاء من كافة الأمور الإدارية بشكل سريع ودقيق حتى تخرج البطولة بأفضل شكل. الجدير بالذكر أن بطولة مصر الدولية انطلقت عام 2015 وأقيمت بانتظام خلال السنوات الماضية باستثناء عام 2021 طبعا عقب اجتياح فيروس كورونا للعالم حينئذ، قبل أن تعود من جديد في نسختها في العام الماضي. وزي ما قلت لحضراتكم يعني خلينا نتكلم كشف حساب أنه مصر قبلت البطولات يعني الدولية بشكل كبير في السنوات اللي فاتت، سواء إقليمية أو عربية أو عالمية، وكان قص الشريط مع بطولة العالم لكرة اليد لو حضراتكم تفتكروا اللي كانت في القاهرة وكانت في عز أزمة كورونا، وده اللي فتح نفس كل اللجان واللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات إنها تعود الرياضة بشكل كبير. وكانت مصر ليها دور رائد الحقيقة في عودة واستئناف النشاط الرياضي مش بس في مصر ولكن في العالم كله، بتطبيق نظام طبعا يعني الجاب او الطريقه اللي كانت العزل، طريقه العزل في الفقاعه الهوائيه، انا بفتكر الاسم ربنا طبعا ما نتمناش عوده الايام دي تاني، كان بيبقى فيه زي فقاعه او بابل بتسمى بالانجليزي، كان الهدف منها هو عزل الفرق الرياضيه والاداريين وكل ما يختص بالبطوله عن العالم الخارجي، عشان يخش البابل دي كان بيتعمل له تيست او مسحه، وبعد ما يخش ما فيش حد بيخرج نهائي. يعني مصر كان لها دور كبير جدا في الاربع خمس سنوات الماضيه، واستمرار استضافات البطولات مستمر حتى الان. الحقيقه كده نكون خلصنا اخبارنا سواء داخل جدران النادي الاهلي والمحليه والعالميه. نطلع لفاصل عشان نستقبل احد ابرز نجوم النادي الاهلي في الكره الطائره على الاطلاق، يعني كلاعب وكمدير فني للسيدات، والنهارده مدير قطاع الناشئين والناشئات، الحقيقه اللي هيضيف اكيد واحنا مغمضين لهذا البوزيشن، ولكن بعد الفاصل مع الكابتن حمدي الصافي. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين طبعا حلقتنا مع حضراتكم النهارده. بنرحب بالكابتن حمدي الصافي احد رموز ونجوم واساطير كره الطائره في النادي الاهلي، منورنا في الاستوديو. اهلا بيك يا كابتن حمدي. كابتن هيثم ازيك عامل ايه؟ الواحد بيستنى اللقاء ده يا كابتن من سنه للسنه بصراحه. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، انا ببقى مبسوط جدا معاك، وبتبقى لقاءات جميله جدا من الموسم للتاني، والحمد لله يعني. انت اللي جميل يا كابتن، وتشرف اي مكان الحقيقه. كابتن حمدي الصافي طبعا حضرتك قضيت عدد من السنوات تقريبا، لو ما خانتنيش الذاكره، مع فريق السيدات 8 سنوات تقريبا. 9 مواسم. 9 مواسم. معلش يعني عدوا علينا والله العظيم هوا، لان ما شاء الله كانت الانجازات فيها كبيره جدا. الحمد لله. وخدت عدد بطولات كبير جدا جدا الحمد لله، ونجحت باقتدار حتى يعني السنه اللي فاتت الدوري، يعني واخدين بطوله الدوري في اصعب سنه مرت على كره السله كره الطائره سيدات في التاريخ. النهارده النادي الاهلي قال لك يا كابتن حمدي انا محتاج لك في مكان معين، مدير قطاع الناشئين والناشئات، والمكان ده صعب جدا جدا جدا. جدا. عايز اعرف راي حضرتك، وبعد ما توليت المسؤوليه بشهر وهو او شهرين بخلاص تدريب، شايف الدنيا ازاي؟ شايف المسؤوليه ازاي يا كابتن؟ هو في البدايه طبعا لما عرض عليا الكابتن خالد العوضي البوزيشن الجديد، انا الحقيقه يعني في الاول كنت مخطوف شويه، يعني ما كانش في دماغي البوزيشن ده، عارف البوزيشن ده يعني تقيل ومحتاج طبيعه معينه، جزء اداري وجزء فني، يعني انت عارف صحيح. كمدير فني فريق بيبقى اسهل كتير ان انت مسؤول عن فرقه واحده، مشاكلها، تدريباتها، برنامجها، انما مسؤول عن 19 فريق دي حاجه صعبه صحيح. جدا صحيح.
بكل مشاكلهم باولاء امورهم بالمدربين بتوعهم. لا الموضوع مش سهل خالص يعني. انا بشوف حضرتك في الملعب يا كابتن قاعد من الصبح لغايه بالليل. طب يعني انا كنت طبعا قبل كده كنت موجود في فتره تدريباتي قبلها بساعه بعدها بساعه. لا دلوقتي غالبا يعني معظم الايام ببقى موجود من الساعه 2 لحد بالليل خالص يعني. طب كابتن حمدي انت عودتنا دايما لما بتبقى في اي مكان حتى حضرتك لاعب واحترافك في روسيا والقصه دي كلها دايما بيبقى لك هدف. اكيد طبعا. وبتحط الهدف بتاعك وبتشتغل عليه وما بتبصش وما بتسمعش وما لكش دعوه بحاجه، انت مركز في شغلك بامان. تمام. ايه الهدف اللي انت حطيته لنفسك مع اول ما وافقت على تولي هذا المنصب؟ بص يا كابتن هيثم هبقى صريح معاك، القطاع مش احسن حاجه او انا استلمت القطاع مش احسن حاجه. بطوله واحده من حوالي 7-8 بطولات في الموسم. نعم. مفيش لعيبه كتيره بتطلع الدرجه الاولى، ودوت طبعا مش عيب في الجهاز اللي قبل مني، انا بشكرهم جدا الجهاز اللي قبل مني عملوا اللي عليهم. لا المشكله يعني على فترات زمنيه، يعني المشكله متواجده من فترات زمنيه، تراكمات من كذا موسم ورا بعض، حصل قوانين طلعت طبعا اثرت على النادي الاهلي، عدم انتقال الناشئين والناشئات ده طبعا اثر علينا، ما فيش دعم خالص بقى لنا حوالي 3 مواسم ما فيش دعم، شغالين على الولاد بتوعنا بس. فطبعا ده اثر على القطاع طبعا تماما. انا لما جيت طبعا المسؤوليه ديت كنت حاطط هدف لنفسي ان انا اعيد ترتيب القطاع من اول وجديد. طبعا الموضوع ده مش هيظهر الاثار بتاعته بين يوم وليله، لازم هياخد وقت، بس انا حاطط لنفسي في اول موسم هدف معين ان انا هركز على بطولات معينه لازم انافس عليها واجيبها ان شاء الله للنادي الاهلي. تاني حاجه ان احنا ابتدينا الشغل بتاع الصغيرين شويه اللي هو ال10 وال11 وال12 وال13. انت بادئ من بدري قوي. لا بادئ من تحت خالص، حاطط هدف الناس ديت في خلال 3-4 سنين ان شاء الله باذن الله هتلاقوا اجيال للنادي الاهلي مختلفه تماما من ناحيه الطول، من ناحيه المواصفات بتاعه الكره الطايره. ركزنا جدا في الاجيال ديت ان احنا ننقي لعيبه مواصفات كره طايره كره طايره، يعني اتفرج على فريق ال13 بتاعنا ما شاء الله في اطوال حلوه، فريق ال12 ولاد وبنات لا ركزنا قوي في المراحل السنيه دي ان احنا نشتغل لمستقبل النادي الاهلي. الحمد لله ربنا وفقنا، نزلنا الاكاديميات بتاعتنا من بره النادي، لو في عنصر ولا اتنين بيجوا في السن ده ممكن نجيبه برده ما فيش مشكله. فده في السن الصغير اشتغلنا على الكلام ده. في الفرق البطوله بقى مركزين جدا على فرق البطوله ان احنا ندعمهم، جايبين لهم مدربين ما شاء الله عليهم يعني مدربين كويسين جدا، شغالين ان شاء الله باذن الله ان احنا هننافس على كل البطولات. يعني انا حاطط في دماغي ان شاء الله باذن الله انافس على كل البطولات، ربنا كرمني بثلاثه باربعه بخمسه منهم، دي حاجه تبقى كويسه جدا خاصه في اخر كام سنه عدد البطولات قليل جدا بالنسبه لقطاع الطايره يعني في الولاد والبنات. انا بشكرك على صراحتك يا كابتن، والحقيقه الصدق مع النفس اكيد طبعا ده اول درجات النجاح. يعني حضرتك صادق مع نفسك وعارف المشاكل في القطاع معترف بيها طبعا، ودي حاجه يعني انا عشان اوصل للي عايزه لازم ابقى عارف انا واقف فين طبعا. لو خلينا الدنيا ورديه والدنيا حلوه واحنا هنبص انا كمان, أنا كمان حبيت ابتدي من يعني من تقريبا من الصفر، يعني بادئ من الصفر وده صح لازم يعني ما حبيتش ان انا ايه ادي علاجات اللي هي مؤقته والحاجات دي، لا حبيت ابتدي علاج من الصفر بونا على اساس سليم لازم كان يتم، حتى لو انا مش موجود اللي يجي بعديه لازم يكمل الكلام دوت عشان في خلال سنتين ثلاثه اربعه بالكثير قوي هنلاقي اجيال طالعه للنادي الاهلي ممتازه جدا بمواصفات يعني زي زمان. احنا النادي زمان كان يعني من فتره مش زمان قوي يعني كان كنا تقريبا في اول سنتين ليا او ثلاثه كنت مدير فني الدرجه الاولى والقطاع كله صحيح. كان تقريبا واخدين الثمان بطولات بتاعت القطاع ولاد وبنات صحيح. احنا عاوزين نرجع للايام ديت ان شاء الله باذن الله. الهدف الثاني بتاعنا ان انا اقدر اطلع للدرجه الاولى اولاد وسيدات لعيبه تقدر تشيل المسؤوليه، عدد اللعيبه اللي بتطلع كان قليل جدا. احنا حاطين هدف في الفتره الجايه باذن الله بالتعاون مع الكابتن ابراهيم فخر الدين مدير فني السيدات والمدرب الاسباني للرجال عاملين قعدنا معاهم واتكلمنا ان احنا عاوزين الفرقتين اللي تحت الدرجه الاولى يلعبوا بنفس سيستم الدرجه الاولى. يعني الحقيقه في تنسيق مع كابتن ابراهيم كان متعاون جدا معايا في الحته ديت،
اخذنا معظم فريق ال 17 ومعظم فريق ال 19 في الفتره اللي فاتت دي، كمان ساعدنا ان اللعيبه الدوليه ما كانتش موجوده، ابتدوا يتمرنوا على سيستم الدرجه الاولى، وكل اللي هيعملوه لعيبه الدرجه الاولى لو جبنا اي لعيب دلوقتي معظم اللعيبه من 17 او 19 حافظين هيعملوا ايه في الدرجه الاولى. وفي بنات منهم عجبوا الكابتن ابراهيم وشغالين معاه باستمرار، يعني اخذهم معاه في الدرجه الاولى. طب ده حاجه جيده. يعني بص حضرتك ما شاء الله عليك محدد هدفك الفوز وحصد اكتر بطولات، مش معنى ان انا ببني قطاع من جديد ان انا يبقى مبرر ليا ان انا ما افوزش. انت بتقول هقاتل على كل بطوله، هنافس على كل بطوله، اخد اي بطوله اقدر اخدها، بس في نفس الوقت انا عايز اطلع اجيال واجيال كمان تبقى طالعه الدرجه الاولى. يعني بص حضرتك يعني حطيت لنفسك خطه وبلان، واللي عجبني في كلامك يا كابتن حمدي كمان انت عايز تعمل سيستم. يعني حضرتك قلت كلمه كويسه، لو في يوم من الايام سبت القطاع اللي هيجي ورايا اللي يجي يكمل. ليه؟ لان حضرتك بتحط سيستم دلوقتي. طيب في موضوع شائك شويه يا كابتن حمدي واسمح لي اتكلم فيه. لا الا وهو طبعا كل اولياء الامور طبعا ليهم دور كبير جدا. أكيد طبعًا. ومفيش لعيب بيبقى كويس من غير ولي امره. اكيد طبعا. ولكن يعني الفتره اللي فاتت مش في الكره الطائره، في كل الالعاب طبعا طبيعي. كل حته بيبقى في خوف بزياده من ولي الامر، بيبقى من منطلق انه حريص على ابنه بيحاول يبقى في نوع من انواع الضغوط على المدربين، وحضرتك طبعا يعني استاذنا وعارف ان الموضوع ده موجود في كل حته. تعاملت مع ده ازاي؟ ضغوط اولياء الامور دايما ولي الامر شايف ابنه احسن او بنته احسن لاعيبه في الدنيا، بتتعامل مع ده ازاي بما لا يتعارض مع مصلحه النادي الاهلي؟ بص انا اول ما جيت الموضوع ده كان شاغل دماغي جدا، ان انا عاوز اعمل تقييم للاولاد والبنات بحيث التقييم ده يبقى معبر عن المستوى الحقيقي للولد او البنت. صحيح. بدون تدخل مننا. يعني انا عملت لجنه تقييم لكل الفرق، بس حبيت ان انا كجهاز فني ما بقاش متدخل في التقييم ده او ما بيعبرش عن رايي الشخصي. مش عايز التقييم عشان يبقى ايه، يبقى اللاعب داخل التقييم بايده. طب اللجنه دي من مجموعه مدربين في النادي ولا جبت خارجين؟ لا اللجنه كان انا والكابتن وائل عايدي مساعد للاولاد، والكابتن ياسر صلاح، كابتن شريهان سامح، والكابتن خالد ابراهيم مدرب الشباب عندنا. ما شاء الله. عملنا لجنه، حطينا طبعا اجتمعنا وقررنا ان احنا لازم الاختبارات تبقى بتعبر عن مستوى اللاعب الحقيقي. مش عاوزين احنا نقول ده كويس وده وحش، لان طبعا ما حد بيقتنع بالاراء الشخصيه. لما لجنه من 5 كباتن كبار يستقروا اللاعب ده كويس يبقى اكيد ده كويس. ما بقى موضوع بقى مش موضوع فرد او اثنين. احنا حطينا السيستم التقييم بدرجات بيحرزها اللاعب، مجموعه من النقاط بيحرزها اللاعب بنفسه في كل مهاره، في الارسال وفي الاستقبال وفي الضرب، وحطينا جزء للبدني، حطينا اختبار بدني اول مره في قطاع الكره الطايره يبقى في اختبار بدني ليه درجات برضو. في الاخر انت كلاعب بتجمع مجموعه من الدرجات، في الاخر بيظهر التقييم بتاعك في مركزك، نمره 1 نمره 2 3 4. لو عندي 10 في كل مركز ببقى عارف من 1 ل 10 مين. طب ده لقى قبول من اولياء الامور او من، لان طبعا احنا بنبقى قاعدين في التمرين يا كابتن حضرتك عارف اولياء الامور بيبقوا قاعدين بره في المدرجات، وده في اي حته مش في نادي الاهلي، ولكن انا بتكلم هنا عن قضيه حضرتك بتتعامل معاها. ده لقى قبول من اولياء الامور ورضا ان خلاص الموضوع بقى فير انف، مفيش تدخل، محدش اعترض خالص. عملنا الاختبارات كله كان راضي تماما وعارف ان نتيجه ابنه هو قدراته معبره بشكل كبير، باكثر من 95% عن قدراته سواء الفنيه او المهريه او البدنيه. نعم. الحمد لله الاختبارات طلعت طبعا والنتائج طبعا طلعت. اكيد طبعا بيبقى في بعض الشكاوى، ما فيش استحاله حد يتفق على حد في بعضها بيبقى بنسبه 100%، بس بنسبه 98% تقريبا الحمد لله. يعني ما فيش مشاكل، لان كل واحد عارف ابنه والحاجات متصوره فيديو كلها، عندنا الفيديوهات وعندنا الداتا وعندنا اللي طبعا بنشكر كابتن شريهان سامح طبعا قامت بدور كويس جدا في الاختبارات، تصوير الاختبارات والداتا والتحليل والكلام ده، فكله ارقام طالعه لكل لاعب بتعبر عن مستواه. ما فيش تدخل مننا خالص، ما فيش تقييم مننا خالص، بالعكس احنا سايبين كل واحد، ما فيش تقدير، كله ارقام. انت لاعب هتدخل تطلع ارقامك، فما فيش تدخل من اللجنه خالص، احنا مجرد احنا بنشرف وبنحسب لكل لاعب الارقام بتاعته. ممتاز يا كابتن بصراحه، يعني انت حليت ازمه كبيره جدا بصراحه في الموضوع ده، لانه يعني انت النهارده بتقول لولي الامر او بتقول لاي لاعب انت ارقامك هي اللي بتقول وهي بتتكلم، وبنسبه 98% هتقول او 99% الارقام لا تكذب، بيبقى الموضوع فير انف وبيبقى اللعيب. طيب الناحيه البدنيه بقى يا كابتن، لانه احنا عندنا برضو ازمه في الكره الطائره ان ممكن اللعيب مش طايره، بس الالعاب اللي بتبقى عايزه طوال قامه زي السله والطيارة. ممكن لعيب يبقى صغير بيبقى بالنسبة لأقرانه طويل.
يعني اللي اتكلم 13 14 سنه بيبقى طوله 180 سم. انما 180 سم لما يوصل 17 سنه بيبقى قصير. تمام. طيب انت حضرتك ازاي بتقدر تحس او تعرف ان اللاعب ده لا لسه هيطول؟ طب احنا هنلعبه كذا عشان لو لا قدر الله ممكن يطول. بتتغلب على المشكله دي ازاي؟ مرحله النمو بتختلف من لاعب للتاني يعني طبعًا. او لاعيبه للتاني. في لاعب بينمو بسرعه او بيظهر فترات النمو بتاعته بتبقى اسرع، في لاعب تاني بتبقى متاخره. هو احنا في معادله بنعملها عندنا طول اللاعب وطول الام والاب، بنعملها بيظهر الطول المتوقع للاعب. ممتاز. فدي ممتاز. بنعملها برضو بنستغلها، بنتقابل مع الاب والام برضو بنشوف الاب والام اطوالهم. صح. بيبان طبعا لو الولد ابوه والدته والده طوال وهو يعني طويل اكيد هيطول اكيد. صحيح. مع المعادله بتاعتنا فبيبقى متوقع اللاعب، كل لاعب هيبقى في الحته المعينه دي. ممتاز. طيب خلينا نتكلم على البطولات. يعني يمكن دايما الكره الطائره للاسف يا كابتن حمدي وحضرتك عانيت من ده بقالك سنتين، يعني انت استويت من الموضوع ده ان الموسم بيتاخر. تمام. يعني بتلاقيه يبتدي في نوفمبر، بيبتدي في ديسمبر، ويعني السنه اللي فاتت افتكر كنا اخر نوفمبر حضرتك ابتديت، لدرجه انت قلت لي انا مش عارف يعني خلاص يعني طب عايزين نعرف ماتشات امتى. شايف في قطاع الناشئين والناشئات بيحصل نفس الكلام ولا البطولات بتبقى بدري شويه؟ لا في القطاع في الناشئين والناشئات معروف الخريطه شويه كويس، يعني بنبتدي ببطولات منطقه القاهره عندنا ما عدا السنه اللي فاتت كان المرتبط ابتدى العكس، ابتدى بدور المرتبط السنه دي السنه دي المرتبط 15 و15 برضه ولاد وبنات نفس يعني هم ما طلعوش معاه يعني 15 مواليد اللي هم 2009 2008 2008 2009 2009 ده اللي هو الجيل اللي هيبقى دلوقتي المرتبط ده المرتبط. طب هل نظام المرتبط اتغير ان هم برضه ترتيبهم يعني شويه شرفي يعني بيبقى مش مؤثر قوي ولا بدا يحطوا نقاط اكتر على المرتبط؟ لا هو برضه نظام النقاط بس مش مؤثره قوي في الدوري لسه برضه نفس التجربه بيكملوها بس ممكن يكون ايه النقاط بتاعتهم زادت شويه. ممتاز ممتاز. طيب بطولات القاهره بالنسبه للناشئين او القطاع تحديدا بنبتدي بمنطقه القاهره تقريبا، هتبتدي بعد البطوله الافريقيه اللي شغاله يعني ممكن الجداول تنزل على نص الشهر 15 سبتمبر كويس. 16 يعني اكتوبر مثلا نبتدي في اخر سبتمبر هتاخد لها تقريبا شهر شهر ونص المنطقه، بعد كده بقى نبتدي الجمهوريات وكده. كابتن كلمني عن يعني لاعبتنا الدوليه اللي لعبوا مع منتخبات السنه دي، اكيد دول بدون ما افكر ان هم نواه ولاعيبه اكيد النادي كله حاطط عليهم امال ان هم يشيلوا الرايه بعد سنه او اتنين. كلمني عن ابرز اللعيبه اللي كانوا موجودين مع المنتخبات، ازاي هنستفاد منهم بشكل كبير، ازاي هنديهم خبرات السنوات القادمه عشان يعني سون اور ليتر هم هيشيلوا وهيتحملوا المسؤوليه. عند حضرتك كام لاعب كانوا في الناشئين من المنتخبات او في القطاع كله سواء رجال او سيدات؟ عندنا في الرجال طبعا ابرز العناصر عندنا كان زياد اسامه اتصعد السنه دي درجه اولى، عندنا شريف يوسف، عندنا حمزه الصافي، عندنا عبد الله. تمام. تقريبا الاربعه دول ابرز اربعه في منتخبات الشباب اللي الاربعه بامانه عملوا كؤوس عالم كويسه جدا، كؤوس عالم كويسه جدا وكل الارقام بتاعتهم والرانك بتاعهم على مستوى العالم البطولات دي على العالم. لا سنهم ممتازين جدا لازم نحافظ عليهم، وانا شايف الرؤيه بتاعت الجهاز ورؤيه النادي عامه الفتره اللي جايه ان انا لازم احافظ على الشباب دول ان هم هيبقوا نواه. احنا يعني ككره طايره في سواء نادي اهلي او منتخب متاخرين شويه في حته اللي هي تواصل الاجيال دي. نعم. لازم تتعمل، ده جاي وقتها ومتاخر لازم نعملها عشان نقدر نستعيد الرياده تاني في على مستوى افريقيا. بقى لنا كذا 3 4 دورات افريقيه ما بناخدش بطوله، ده عيب جدا. احنا احرزنا بطوله افريقيا دي 5 مرات قبل كده. جيل عبد الله وجيل احمد كان بيتاخد كده بافريقيا، كان معاهم عناصر خبره كابتن عايدي وانا ومجموعه من القدام، كانت اسهل حاجه افريقيا دي كانت بالنسبه لنا. كان الموضوع سهل جدا. انا هتطرق مع حضرتك في الكلام ده. طيب بالنسبه للناشئات، الناشئات عندنا طبعا مجموعه كويسه جدا برضو، عندنا فريده الزرقاء وعندنا في البنات فريده الزرقاء وعندنا ريماس وعندنا في ال 17 جينا وعندنا كانوا اربعه بيتهيألك. وكمان اخت فريده الحناوي. الحناوي برضو عملت كاس عالم كويس. طيب بس خليني اتكلم معاك بامانه برضو، انه انا لاحظت وانا بقول الاخبار، تعرف حضرتك دايما احنا بنغطي ومهتمين بالموضوع ده بشكل كبير، ان عدد لاعبتنا اللي في المنتخبات لا يعني لاعيبه اثنين كان دايما النادي الاهلي تلاقيه 6
وكل المنتخبات الحقيقه كده، حتى المنتخبات الكبيره. ده انعكاس اللي بقول لحضرتك للفترات اللي مرت السابقه، ان احنا عندنا دروب شويه في القطاع بقى له فتره. ده برضو من النتائج بتاعته، ان عندي كل منتخب فيه اتنين بس. انا متعود كنادي اهلي كان عندي 8 وصلنا المنتخب الكبير كده، وصلنا لبعض الفترات البحر المتوسط كان عندنا 9 لعيبه او 10 لعيبه من النادي الاهلي، مع فردين او الاثنين لعيبه من بره النادي الاهلي. منتخبات الناشئين كلها والناشئات كان على طول بيبقى 7-8 من النادي الاهلي. فالعدد طبعا تقلص وتقلص جدا من الفتره اللي فاتت، نتيجه طبعا للي بقول لك عليه، ان في هبوط في مستوى القطاع بقى له فتره، تراكمات بقى لها 4-5-6 سنوات. فطبعا احنا زي ما بقول لحضرتك، يعني انا حبيت ان انا اشتغل، هي طبعا محتاجه وقت طبعاً. بس لازم نشتغل فيها، لو ما اشتغلناش فيها من دلوقتي حلول مؤقتة، اي حاجة حلول مؤقتة ومسكنات، هنمشي في طريق مش كويس. اسعار اللعيبة دلوقتي بقت غالية جدا، سواء في الولاد او البنات، عشان تشتري لاعب الاندية بتطلب مبالغ رهيبة. صحيح. فطبعا ما قدمناش حل غير ان احنا نشتغل على القطاع بتاعنا. طب كابتن، يعني برضو اكيد حضرتك محتاج ادوات، محتاج معسكرات، محتاج احتكاكات، لان طبعا عشان تبني لعيب في قطاع الناشئين انت بعدد كبير. حضرتك بتتكلم النهارده، انت قلت لي 13 فرقه كام ولا؟ عندنا ال 17 فرقه اللي هي بتنافس فعلي، وعندنا عاملين فرقتين تجهيزي، للفرقه تجهيزي في سن 2016 وتجهيزي بنات 2016 برضه. ده جديد التجهيزي ده؟ ده تجهيزي ده بنجهزه عشان السنه الجايه يخش فرقه على طول. طب ده كان موجود في السنوات الماضيه ولا حضرتك اول مره يتعمل؟ لا اول مره يتعمل الموسم اللي فات الحقيقه في البنات. احنا زودنا الولاد السنه دي، وزودنا كمان ان احنا بقينا ندخل سن اصغر كمان عشان نبتدي يشتغل معانا سنتين قبل ما يخش الفرقه. ببنيه سنتين يبتدي يخش معايا الفرقه بتاع اول فرقه اللي هي 9 و10 وكده، يبتدي يتاسس. صح بالظبط، اسس عشان لما اضمه للفريق يكون متاسس، يبقى انا عارف انا بضم مين، مش نظام. انا لسه هصطدم بيه في الفريق. لا لا لا. بيدخل عارف ايه يعني، ايه فرقه يعني، ايه التزام يعني، ايه تدريب يعني. لا الحقيقه فكرة كويسة جدا يعني. طيب هاخد حضرتك ونروح كده فرصة حضرتك معايا بعيد شوية عن بقى النادي الأهلي وبعيد عن قطاع الناشئين والناشئات. هنتكلم عن منتخب مصر. النهارده منتخب مصر الحقيقة في يعني مفاجأة، أنا ما كنتش متوقع كده أبدا. خسارة من الجزائر، وهي مش أحد الفرق المرشحة للبطولة، يمكن دايما بنلاقي الفاينل مصر تونس. آخر بطولة أفريقية كانت في مصر خسرناها، تونس كسبتنا في الفاينل. النهارده بنخسر من الجزائر 3-0. يعني هيفي سكور وانت في ملعبك وسط جمهورك بجهاز فني جديد، شايف ده ليه؟ هل ده ممكن يبقى محطه عابره ولا ده كان متوقع يا كابتن؟ والله النهارده النتيجه يعني حزينه جدا طبعًا. كلنا طبعًا متاثرين جدا بالنتيجه. يعني احنا كان عندنا امل كبير جدا، المنتخب ده اتجهز كويس، اتصرف عليه كويس، اتحط له جهاز فني خبير اجنبي. فاعتقد ان النهارده يعني النتيجه دي ممكن تبقى مؤثره في الطريق، وممكن يعني لو استغلناها صح ممكن تجيب اللقب. الله ينور عليك. يعني النتيجه بتاعت النهارده السلاح ذو حدين. والله انا قلت الكلام ده، قلت فعلا سلاح ذو حدين، ممكن تاخدك بره البطوله يا اما حتى هتاثر عليا وتخرجني وتخرج اللعيبه بره البطوله. وده دور اللعيبه الكبار، لازم يبتدوا يلموا الفرقه ويبتدوا يقعدوا مع الاولاد ويتكلموا. البطوله على ارضنا، كره الطايره بقى لها فتره محتاجه مكسب ومحتاجه البطوله ديت عشان نبتدي نبني عليها. عندنا اجيال كتيره جايه، شباب وناشئين عملوا اداء كويس في بطولات العالم، محتاجين ان احنا نسلمهم واحنا في القمه. صح، ما اقدرش اطلع الولاد دول زي ما حضرتك عملت. أيوة. سلمت الكره الطائره في القمه. الجيل بتاعنا كنا 3-4 قدام، سلمنا عبد الله وسلمنا احمد صلاح، وهو ده تواصل الاجيال، هو ده اللي بيحصل. ولازم اسلم انا الرايه برايه، لازم اسلم الرايه، لازم الولد يطلع الصغير ده يبقى فيه قدامه رمز يشتغل معاه ويتعلم منه. مسؤوليه كبيره على المنتخب. طبعا مسؤوليه كبيره، وان شاء الله باذن الله اللعيبه تركز وتبقى ديت دافع ليهم ان هم ان شاء الله كويس. ان هي جت في دور اول مش مؤثره قوي، هي اثرت ان احنا مشوارك هيختلف، الطريق بتاعنا بقى اصعب اكيد طبعا. ممكن نقابل تونس قبل النهائي، بس خليني اقول لك انت عايز تكسب بطوله كده كده لازم تكسب. احنا كده خلي بالك ممكن هنلعب ليبيا كمان في الطريق. ليبيا يعني الطريق ليبيا عامله فرقه جامده، ليبيا عامله فرقه محترمه. طب ليه الطفره في ليبيا اللي حصل في مستوى الاحتراف؟ عندهم مطلعين 3-4 لعيبه محترفين بقالهم كذا سنه، طبعا عملوا طفره جدا في مستواهم، جم فادوا منتخب ليبيا. ابتدوا يستعدوا كويس قوي. ليبيا فازت بالبطوله العربيه اللي كانت في الجزائر، يعني كسبانه فريق الجزائر ده في ارضها كمان في نهائي البطوله العربيه. البطوله مش سهله، البطوله صعبه، محتاجه تكاتف اللعيبه كلها مع بعض،
محتاجه الجهاز الفني يلم اللعيبه مع اللعيبه الكبار، وان شاء الله باذن الله البطوله في مصر ونقدر نكسبها باذن الله. على الناحيه الثانيه فريق السيدات، فريق السيدات نجح انه يتاهل ووصل فاينل، وخسر من فريق طبعا قوي جدا ما نقدرش نلومهم ابدا. لا طبعا انه خسر من كينيا طبعا جداً. فريق يعني مرعب طبعا. السيدات نوعا ما ادوا اللي عليهم ووصلوا فاينل، وحتى خسروا فاينل مع كينيا بشرف. شايف البطوله بتاعت السيدات كانت ازاي يا كابتن؟ الحقيقه السيدات ادوا اللي عليهم لان هم كمان لعبوا ناقصين، يعني احنا ما ننساش ان في ايه مش موجود ايه الشامي، فريده العسقلاني، لا عناصر مؤثره وعناصر خبره طبعا تفرق مع المنتخب كويس قوي. كويس ان هم قدروا يوصلوا كاس عالم، يعني ده نبني عليه برضو للفتره اللي جايه، نبتدي ندعم الفريق ونبتدي نجهزه للبطولات الجايه، وان شاء الله باذن الله لو اشتغلنا كويس قوي ممكن البطوله الجايه نكسر هيمنه فرق كينيا على البطوله. بنقرب. طب كابتن يوسف حمدي الصافي طبعا لاعبنا، لاعب نادي الاهلي واللي كان محترف في فرنسا، طبعا عرفنا انه يعني تم استدعائه ورجع اتمرن مع الفريق، الكلام ده مظبوط يا كابتن؟ بقاله قد ايه بيتمرن مثلا؟ هو يوسف ابتدى معاهم فتره الاعداد، كلموه الجهاز الفني كلمه وقال له احنا حابين ان احنا نرجع اولاد النادي للفرقه تاني ونعمل جيل صغير مع الجيل الكبار، الكلام اللي بقول لك عليه ان لازم تواصل للاجيال والكلام ده. يوسف من الولاد الصغيرين السن، طلع سنتين احترف فرنسا، اخذ خبرات كبيره واستفاد جدا طبعًا. من الاحتراف والالتزام. ما كانش هياخد دلوقتي ده لو قعد طبعا. لا لا لو كان قعد ما كانش هياخد كميه اللعب دي، او كان احتك الاحتكاك القوي ده مع الدوري الفرنسي قوي جدا على فكره، من اقوى الدوريات في العالم. لعبت انت في الدوري الفرنسي؟ انا لعبت في الروسي. في الروسي بس شوف. انا كان بيتهيأ لي او قريت خبر كده كان زمان ان انت كان جاي لك حاجه في فرنسا وحاجه زي كده، صح؟ يعني في فتره من فترات جاي في ايطاليا وفرنسا، بس الاحتكاك الحقيقي كان في الدوري الروسي. الروسي يعني. لا كنت بتلعب هناك، كان كابتن دوري قوي جدا الروسي ده، الحمد لله. فطبعا عامل دوري الام بي اي بتاع الباسكت. اكيد طبعا السفر بره والدوريات والاحتكاك، لا الدوريات الاوروبيه حاجه مختلفه تماما عن الاحتكاك الداخلي، فاي موسم بتلعبه بره بيفرق جدا. يعني صراحة. يوسف مستمر؟ يوسف ان شاء الله مستمر. مضى كام سنه يا كابتن؟ ولا هو الطبيعي اي حد بيجي النادي الاهلي بيمضي الاربع سنين. كابتن خالد العوضي هو بصمه كده بزاويه البوسطه. لا الاربع سنين هتبقى باربع سنين، انت في بيتك مش محتاج ان انت تجدد او تمضي. هو الولد قال لهم انا لو جهاز عاوزني انا موجود. الحمد لله الجهاز كلمه، ومحتاجين الولاد الصغيرين كلهم بتوعنا الناشئين والحسيني وعزب ويوسف وحمزه وشريف، كل الولاد الصغيرين دول مع الخبرات بتاعتنا كابتن عبد الله عبد السلام وكابتن احمد صلاح يحصل التوليفه بقى اللي بنتكلم عليها دي، وعمليه نقل الخبرات للناس الصغيره دي خلاص سيبهم بقى بعد كده عيش. صحيح. وخلينا اتكلم عن مركز السنتر بلوك يا كابتن، لانه السنتر بلوك ده يمكن اصعب مركز عندنا في الكره الطائره، لانه محتاج اطوال. تمام. يعني دايما محتاج اطوال. انا مش هخبي عليك يعني بصراحه، هو طبعا سعودي طلع من عندنا من قطاع الناشئين، في طبعا يعني عبه موجود، وكمان محسن لما طبعا انضم للنادي الاهلي، وعندنا ثلاثه كويسين جدا. في حد ناسي رابع او حاجه؟ في عبد الله من الصغيرين طالع، بس حلو الخامس بتاعه يعني عبد الله اللي هو كان مع منتخب الشباب. ولد كويس برده، ومحتاج برده فرصه ومحتاج خبرات. يعني طوله قد ايه يا عبد الله يا كابتن؟ عبد الله تقريبا 199 حاجه، مترين حاجه زي كده. بس هو طبعا يعني عبه وانت معدي ال 2 متر 10. ما شاء الله عليه، عبه حاجه يعني مواصفات عالميه. عالميه انا بكلم حضرتك. يعني احنا دايما انا ببقى قلقان من المركز ده. ليه؟ القطعيه دي زي ما بنقول احنا كده في الرياضه، القطعيه دي بتبقى نادره حتى في السله، حتى في ال 2 متر 5 2 متر 10، لانه هو واقف ايده فوق الشبكه. خلي بالك احنا النهارده بتكمله كلامك، احنا النهارده في ماتش الجزائر ما استغلناش السنتر بلوك كويس. يعني في الهجوم ولا الدفاع؟ في الاثنين، ولا في الهجوم ولا في البلوكات. يعني السنتر بلوك عندنا المفروض كان الاثنين بتوعنا عبد الرحمن وعادل وحتى الاحتياطي بتاعهم لاعب الزمالك شيخ مهدي، الثلاثه اطوالهم اكبر بكتير واطول من لعيبه الجزائر. بس احنا كان عندنا مشكله في الكره الاولى، ما قدرناش نطلع كره اولى مظبوطه للمعد، فما قدرناش نستغل السريع بتاعنا، اللعب بتاعنا كان مكشوف. يعني راي حضرتك انه الاستقبال عندنا عشان استقبال النهارده كان سيء جدا، لازم نبتدي نركز في الاستقبال بتاعنا، نركز في الارسالات بتاعتنا، نشغل السناتر بتوعنا. هو السناتر لما بتشتغل بتشغل الملعب طبعاً. كله بصير لما بصير لما بيوصل له الكره الاولى مريحه بيقدر يشتغل. النهارده حسام الحقيقه تعب جدا، الكره الاولى ما كانتش واصله. حسام في ميزه، حسام طويل لما بيجي على الشبكه بيبقى بلوك كويس طبعا. يعني قصدي اقول لك ان احنا ما استغلناش ده كويس لا لا، كل المميزات بتاعتنا النهارده للاسف كان دي اوف بالنسبه لنا رهيب النهارده، وان شاء الله باذن الله يعوضه
في الماتشات الجايه. يعني ان شاء الله زي ما قلت حضرتك، ويمكن توقعنا برضو ان ممكن الماتش ده يكون دافع ان شاء الله للمكسب، ونتمنى كده. انا متوقع ان الكابتن احمد صلاح النهارده هيجتمع باللعيبه ويقعد معاهم، وهو واللعيبه الكبار، وهيقفلوا الصفحه دي كلها ويبتدوا بدايه جديده باذن الله. طيب ارجع معاك بقى تاني للنادي الاهلي. النهارده يعني القطاع الطبي وهو امر مهم جدا جدا، لانه حضرتك النهارده الاصابات، طول ما في رياضه طول ما في اصابات، وهي دي سنه الحياه. طبعا اختياراتك للجهاز الطبي وجوده مع القطاع عند حضرتك ودورهم وجلسات العلاج الطبيعي، المنظومه دي ماشيه عندك ازاي في القطاع؟ والله النادي الحقيقه يعني موفر لنا 6 اخصائيين علاج طبيعي للقطاع كله. ممتاز. للولاد والبنات. الحقيقه احنا عملنا لهم برضو خطه ان لازم في كل تمرين يبقى حد موجود منهم، عاملين لهم برنامج كده وجدول ان لازم في كل يوم بالتناوب بيبقوا موجودين، لازم تدخل الصاله تلاقي حد فيهم موجود. اي حد طبعا بيشتكي اصابات والكلام ده بيلجأ لهم، عندنا عياده النادي يقدر يتعالج فيها ويشتغل فيها، لو حد محتاج برضو بره ممكن نخرجه. طبعا لما بتبتدي الماتشات بقى هتتوزع الفرق، كل واحد بيتابع فرقته وكده، بس احنا عشان فتره الاعداد داخل النادي فعاملين البرنامج ده ان احنا بحيث اي وقت لو احنا وزعناهم على كل فرقه هيبقى العدد مش هيقدر يسد، انما تعمل برنامج ووجوده في عمليه الجدول ده ليهم خلت تدخل الصاله ال 12 ساعه تدريب او ال 10 ساعات تدريب بيبقى حد متواجد متخصص مع كل الفرق مش فرقه واحده يعني. الوضع في القطاع الطبي او في الـ في الـ في الـ في الشؤون الطبيه نفس الوضع في البدني. اكيد طبعا حضرتك مش هتنجح كقطاع الا ما يكون معاك جهاز اعداد بدني جيد. ليه؟ لان هو بيبقى في ستابيليتي شويه، بياخد اللعيبه وبيبقى عارفه مثلا من السنه دي السنه الجايه تطوره البدني ازاي، كل عناصر الناحيه البدنيه من سرعه وقوه وتحمل قوه والطاقه الانفجاريه، كل الكلام ده بيكون لازم يكون مع سيادتك جهاز بدني قوي. عملت ايه في بدايه اختياراتك؟ احنا في بدايه اختياراتنا برضو حطينا كان الاول بيبقى مخطط، كان بيبقى واحد مخطط للقطاع كله، لا احنا عاملين مخطط للولاد ومخطط للبنات. ممتاز. بيبقى مركز مع الفرق اللي هي البطوله اللي هي ال 13 وال 15 وال 17 وال 19، كل واحد مركز حاطط البرامج للاربع فرق بتوعه، الجيم والبدني والتحمل واول وبدايه فتره الاعداد وكل الكلام ده كله حطه في برنامج، واحنا طبعا كجهاز بنتابع اول باول الشغل بتاع كل الناس، كل فتره هيتعمل اختبارات للناس كلها نشوف الدنيا وصلت لايه معاهم، هل نفس الارقام، هل زادت هل قلت. فان شاء الله باذن الله يعني انا متوقع الشغل اللي معمول السنه دي باذن الله، لا هنلاقي قطاع الطائره السنه دي باذن الله هيبقى حاجه مختلفه تماما ان شاء الله. الموضوع ده محتاج نفس طويل يا كابتن. اكيد طبعا انا عارف الموضوع محتاج نفس طويل يعني، ومحتاج مجهود ومحتاج صبر. احنا طبعا هتمر بلحظات صعبه اكيد طبعا، اكيد طبعا ولحظات مكسب. لا طبعا طبيعي طبيعي يعني انا زي ما قلت لحضرتك انا مركز على حتت معينه، عارف قوتي فين وعارف الضعف فين، بحاول القوه بتاعتي ان انا احقق فيها، الضعف بتاعي بحاول ان انا اعليه على قد ما اقدر، يبقى ليه تارجت معين يوصل له باذن الله. طبعا مش كل حاجه هتتحقق في مره واحده، فاهم طبعا، فاهم محتاجه طبعاً. وقت، بس احنا ابتدينا فالبدايه كويسه ومبشره إن شاء الله. وان شاء الله باذن الله نكمل زي ما بقول لحضرتك، لو الشغل ده اتكمل عليه لمده كام سنه لا القطاع هيرجع احسن من الاول باذن الله. طب كابتن التنسيق مع النشاط الرياضي واداره النشاط الرياضي والمتابعه المستمره طبعا في ظل عدد كبير من الالعاب، سله طايره بقطاع ناشئتها، سباحه، كاراتيه، العاب قوه، جمباز، اعداد كبيره جدا، والنشاط الرياضي اداره النشاط الرياضي بتتابع كل ده بشكل دوري، هل بيبقى في متابعه شكل شبه دوريه بينك وبين كابتن خالد؟ انا بشفق على الكابتن خالد يعني، انا في لعبه واحده وبقن، ما بالك بقى اللي متابع كل العاب النادي؟ لا الموضوع صعب جدا طبعا. كابتن خالد باستمرار كل يوم في اتصالات معايا بيطمن، لا متواجد معانا في الصاله على طول باستمرار، ناقصكوا حاجه، الدنيا، الفرقه دي اخبارها ايه، اللعيبه دي اخبارها ايه، لا متابع وحافظ اللعيبه، حتى حافظ اللعيبه اسماء اللعيبه بالاسم، وحافظ كل فرقه مين كويس فيها ومين اللي محتاج، لا متابع جدا. انا بشكره طبعا على الدعم اللي موجه له الكره الطايره، خاصه قطاع الناشئين السنه دي، هو يعني بيراهن على قطاع الناشئين الطايره السنه دي ان يحقق نتائج ان شاء الله باذن الله هتبقى نتائج كويسه باذن الله. اكيد. طب كابتن يعني احنا يعني بنتكلم عن الكره الطايره في مصر بشكل عام، تمام، اديني روشته كده، قول لي يعني احنا عشان نرجع لسابع عهدنا، يعني وقت ما حضرتك سلمت الرايه ككابتن منتخب مصر اللي بعدك، كنا احنا بطوله افريقيا دي بالنسبه لنا يعني رايحين فسحه،
كانوا بيناموا من المغرب. انا عارف والله كنت بتنام افريقيا كلها الجيل بتاعكم من المغرب، ودي حقيقه. وحضرتك على بالاخص يعني كضارب كنت يعني بتنيمهم بصراحه من المغرب. بس خلينا اتكلم عن روشيتا، يعني احنا بندردش مع بعض واكيد مصلحتنا واحده وعايزين في يوم من الايام نشوف الكره الطائره ترجع لعهدها الطبيعي. الموضوع يعني سهل جدا والله، مش ايه روشيتا ايه؟ روشيتا نمره واحد، تواصل الاجيال، لازم تواصل الاجيال يتعمل. ما مش معمول مظبوط، حته تواصل الاجيال دي مش معموله مظبوطه. لما ابص الفرقه لازم الفرقه يبقى فيها مراحل عمريه مختلفه. ممتاز. انا مع بص المنتخب دلوقتي هتلاقي فيه مرحله مش موجوده، مرحله اوائل العشرينات مش موجوده خالص. حسيني الصافي، يوسف الصافي، عزب، انا بتكلم على الاسماء اللي انا ايه الاسماء اللي انا عارفها بتاعه النادي الاهلي، في زيهم في كل الانديه. مش موجود مش موجود غير لاعب واحد. دول الوقود، مش موجود غير لاعب واحد حاليا. وقود السن ده وقود في اي فرقه. ايوه، فلازم على الاقل الفرقه يبقى يعني ال 14 لاعب بتوعي يبقى متكونين من ثلاث مراحل عمريه. انا يعني عندي المرحله دي مش موجوده، لان هم دول الباور بتوع الفرقه. في السيدات عملت كده يا كابتن، هم دول الباور بتوع الفرقه. صحيح. عندي مرحله عمريه كبيره، ممكن وسط مفيش الباور اللي هيديني الباور. طيب فده لازم اعمله. ايه تاني يا كابتن وجهه نظرك؟ تاني حاجه ان هل الاحتكاك مهم يا كابتن؟ طبعا. هو اوريدي المنتخب ده يعني عمل الاحتكاك ان انا قبل البطوله بس بشهر ولا حاجه؟ لا طبعا، لازم البرنامج طبعا في اللي انا عارفه في لعيبه جت متاخره في الاعداد. يعني احنا هنا الموسم كويس قوي، عملنا دوري قوي في الاولاد وفي البنات. يعني الدوري كان قوي، المنافسه فيه كانت عاليه الحقيقه، والبيست اوف والبلاي اوف ده واستغلنا البيست اوف 3 ده كويس قوي، واللعيبه ناهيه كويس قوي. بس في اللعيبه كلها ما ابتدتش فترات الاعداد، اللي انا يعني المعلومه اللي عندي اللعيبه كلها ما ابتدتش فترات الاعداد، كله جاء على فترات متباينه. في ناس اخذت اجازات وناس انضمت متاخر. فده طبيعي اثر على ادائها. يعني النهارده بتفرج في ناس الناس بالاسم اللي هم ابتدوا متاخر شويه متاثرين شويه. يعني طبعا مستواهم مش زي اللي بدا بدري. لا طبعا اللي بدا بدري. خليني اقول لك برضو يا كابتن انه يعني النهارده انت كل الازمه اللي عندك دي عشان انت ابتديت قبل البطوله بشهرين، انما انت لو على مدار سنتين المنتخب في حاله تجمع مستمر لازم تبقى الدنيا كده احسن. الهاندبول بيعمل كده والباسكت ابتدى يعمل كده. ان انا والسيزون شغال لازم يبقى في تجمعات للناس. اعمل مباراه مع دوله اوروبيه، اعمل مباراه في بره مصر، اجمع المنتخب اسبوع واعمل مباراه قويه. لازم عشان المنتخب يفضل على طول حافظ، اللعيبه حافظه بعض، بنبقى عارفين في كل مركز مين الاربعه خمسه اللي هم الدوليين بتوعي. الكلام ده كله لازم يتم الفتره الجايه باذن الله. كابتن حمدي بصراحه انت نورتني وشرفتني بجد، وانا سعيد بكل امانه بكل كلمه بتقولها، سعيد بالروح بتاعت حضرتك، سعيد باخلاصك للنادي الاهلي، سعيد بتخطيطك وتنظيمك. نورتني وشرفتني يا كابتن حمدي. شكرا يا كابتن هيثم، وانا مبسوط دايما ان ببقى موجود معاك. اتمنى ان شاء الله القراءه ده يتكرر يا كابتن. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع اسطوره الكره الطائره في النادي الاهلي. حضراتكم شفتوا نموذج لابن النادي الحقيقه اللي في اي مكان بيخدم النادي بكل شرف وبكل امانه وبكل اخلاص، كابتن حمدي الصافي، عنوان لكل ما هو جيد جوه النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، ولحلقه جديده من الافضل.